طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العظيم. وكالعادة سيد يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة بالحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن وطبعا الأخلاق هي الأساس، فبالعلم والأخلاق ترتقي الأمم. إذن الأستاذة وفاء حسو طبعا مدرب مبدع خبير مايكروسوفت ميفلا وسفيرة لعديد المنصات، وكانت أول سفيرة لأولمبيا. طيب من اي متصفح عند حضرتك؟ تمام، اي متصفح. هنجرب كده ونكتب مع بعض Global Teacher Award. تمام، نعم. هو انا طبعا عشان خاطر دخلت كتير وسجلت بقى وكلام ده، فاوريدي مسجل عندي. فحضراتكم الرابط الوحيد اللي ما فيش رابط خاص، هو كل نعم. اللي عليكم في المتصفح وتكتب Global Teacher Award بس، مش اكتر من كده. نعم. تمام، وبنختار طبعا اللي هي فيها، لان في عندك اتنين جايزه، في جايزه اسمها جائزه افضل معلم في العالم اللي هي جلوبال تيتشر برايز، دي مالناش دخل بيها دلوقتي خالص، احنا بنتكلم على جلوبال تيتشر اوورد اللي هي تبع الهند. خلاص اوكي، فبندخل كده على اللينك. طيب هو انا فتح معايا، لان انا كان صادفت المشكله. طيب انا فاتحه لكم براوزر تاني، متصفح تاني، يا رب بس اصادف نفس المشكله بتاعتكم ان شاء الله، اللي هي بيقول لك هذا الموقع غير موجود اصلا وشويه حواديت ايوه غريبه كده. نعم نعم ايه جلوبال تيتشر وورد؟ لا برضه فتح ده. ايه الرخامه اللي انت؟ طب اروح لك فين؟ طيب لا لا كويس كده. لا، ما انا عايزه اوريهم المشكله، هتوريكم؟ عايزه لا اوريهم اوريك انا المشكله. اللي عندي اللي هو ما بيفتحش. ظاهر عندك؟ امال ايه؟ على اسمه ايه ده، على ال جوجل. طب خلاص اذا كان كده شير. طيب من عندك شير، من عندك كده. لا لا استنى لحظه واحده، لانه اهو قفل. صح، بصي حضرتك انا هوريك اللي عندي وارجعي تاني. ماشي، تمام، مفيش مشكله، عشان نرجع عشان نفيدهم هم يعني. يعرف مننا بس. عادي الحمد لله عارفينها يا جماعه، بس انا بنبسط الامور ليكم وان شاء الله تستفيدوا. يعني شوفوا حضراتكم، انا اول ما دخلت على الرابط بتاع جلوبال تيتشر اوورد هجيبها من اول، ف او من اول خالص. ده جلوبال تيتشر اوورد اهي، بضغط على الرابط الاولاني وانتظر شويه تفتح الصفحه، اشدها بعد الارقام دي. عندي اهو نومينيشن، عندي الشكل الاحمر ده، شوفوا علموها كده. بعد كده بيفتح معايا اهو، شايفه يا استاذه؟ هنا بقى طلع لي وصلني الصفحه الفكره. لا البسيطه دي. ده نوع تاني من الاخطاء يعني. بصوا تاكدوا يا جماعه، الخطا مش في الموقع، الحدوته ان في ضغط شديد عليه بعد ما احنا طبعا عملنا اكتر من محاضره على الجلوبال تيتشر وورد، فالموقع احيانا بيهنج، لكن مش حكايه ان هو مش فاتح. طيب لما تصادفوا مشكله اللي هي المشكله اللي زي دي، بتعمل ايه؟ يا اما بتعمل ريفرش اكتر من مره، يا اما بتجرب من متصفح تاني او من التليفون. تمام، يعني بتغير الدنيا خالص، يا اما بتستنى وقت يكون الدنيا فيه هاديه شويه، يعني عارفين زي وقت مثلا بالليل، وقت بالنهار، تجرب في وقت تاني. خلاص اوكي، يبقى انت عندكم اكتر من حل، يا اما تجرب من متصفح تاني، وعندنا عده من المتصفحات، يا اما حضراتكم بتفتحوا على يعني تليفون مثلا، او من تابلت، او من جهاز اخر، وان شاء الله باذن الله برضه هيشتغل معاكم، يا اما تختاروا وقت تاني. خلاص اوكي، ولذلك انا
او انا فتحت مثلا من الايدج، فالوقت اللي احنا شغالين عليه، فانت حضرتك لو فتح عندك هتكملي بقى من عند ايه البيرسونال ديتيلز اللي فيها الباتشلر، تمام، الاديوكيشن كواليفيكيشن، وانت نازله بقى، تمام، ما فيش عادي، امور مشكلة يا طيبه. كبير. تمام اتفضلي تمام اتفضلي اتفضلي. طيب تعالوا بينا كده نشير تاني. وبرضه كان في مشكلة تانية والله صادفتني، بس للأسف أنا دخلت الموقع يعني، بس هشرحها لحضراتكم. تمام. اللي هي إيه؟ أول ما بتكتبوا جلوبال، الأول بس أنا كده الشير ظهر. نعم. طيب جميل. أول ما بتكتبوا جلوبال تيتشر أورد عندكم في المتصفح، بتروح تظهر لكم صفحة بيقول لك هذا الموقع غير آمن ومش هينفع ان انت تدخل عليه، وربنا لو خبطت دماغك في الحيط، وشويه صح. كلام لكلك كتير بالانجلش. تمام. صح. بصوا، لما تظهر لكم الصفحه اللي انا بقول لكم عليها، مش اللي وراها لنا مستر امير، لا، اللي هي بتقول لك هذا موقع غير امن او لا يجوز الدخول عليه، تمام، من تحت كده هتلاقي فيه ايقونه بيقول لك الاعدادات المتقدمه. ايوه خلي بالكم معايا، من تحت هتلاقي حاجه بيقول لك بس الاعدادات المتقدمه، جميل. اضغطوا عليها، على كلمه الاعدادات المتقدمه، او بالانجلش اللي هي ادفانس سيتنج، ايوه ادفانس سيتنج، اوكي، اوكي كليك عليها، هتلاقي برضه يظهر لك حبه كلام كده، وتحتها يقول لك الاستمرار الى الموقع، او كونتينيو تو ذا ويب سايت. نعم. هي دي اللي احنا عايزينها، الاستمرار الى الموقع، اضغط عليها ان شاء الله يفتح معاك الموقع على طول. انتظري استاذه وفاء، لان في حد كاتب فعلا اهو بيقول لي، بيقول نفس الكلام اللي حضرتك بتقوليه، بيقول لي ان المعرض هنا معرض لسرقه البيانات والباسورد. لا يا ايوه جماعه، ايوه كل ده عشان ضغط موقع، مفيش حاجه لا سرقه ولا هيسرقوا مننا ايه؟ الحمد لله ما حلتناش حاجه. صحيح يعني الدنيا ما سمت لناش حاجه تتسرق، اللهم لك الحمد يعني. فده نوع من انواع الاخطاء اللي بتظهر. طيب برضه في خطا تاني يقول لك ايه؟ يقول لك تقريبا التاريخ والوقت مش متظبط. برضه من ضمن الحاجات المشكلات اللي صادفت بعض الناس، كل ده الموقع سليم مفيش اي مشكله، فقط من الضغط على الموقع لا اكثر ولا اقل. فزي ما قلت لكم كده، يا اما تعمل ريفرش للصفحه، يا اما تغير المتصفح، يا اما تتصفح في مثلا جهاز اخر او في وقت اخر. خلاص اوكي. خلي بالنا من حاجه مهمه مهمه للغايه، الترشح هيقفل اخر الشهر ده طبقا للكلام اللي انا قاله لي عشان يومين يعني او مسؤول، 3 ايام. مسؤول من مسؤولي المسابقه نفسها. فرجاء اللي عايز يشتغل ينجز بسرعه علشان يلحق يفوز بالجائزه دي. طيب بإذن تعالوا الله. بينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بالمناسبه صحيح، الجائزه دي يا جماعه مش بس جلوبال تيتشر اوورد، يعني هي مش بس للمعلمين، لا، ده في منها كمان لللايبراريان، للي هم ايوه اخصائي المكتبات، وكمان للبرنسبل، لمدير المدارس. يعني لو حضرتك مدير مدرسه ممكن تقدم على صفتك انت كمدير مدرسه، او لو انت لايبراريان. يعني بصوا، لما هننزل في اخر امين مثلا. الموقع خالص، شوفوا كده، ايوه بصوا بقى من تحت خالص اهي، احنا عندنا ايه؟ ادي جلوبال تيتشر اوورد، في عندك جلوبال فاكولتي اللي هي الكليات، كمان للكليات المتميزه برضه نفس النظام، جلوبال برنسبلز اوورد، وفي عندك جلوبال لايبراريانز اوورد. شوف 4 جوائز اهو، اللي تحبها فيهم قدم فيها. خلاص اوكي. نعم. طيب تعالوا بينا كده نطلع حبه لفوق، ويلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النومينيشن زي ما تفضل استاذنا الكريم مستر امير، ممكن ان احنا نشتغل عليه من اي ايقونه. بيقول لي هنا نومينيشن اوبن، كلمه اوبن طول ما هي موجوده انت في الامان والسليم. المشكله بقى لو قال لي نومينيشن كلوز، خلصت. تقدر انت تعدل في الترشح بتاعك، ولكن لا تستطيع الترشح من جديد. يعني لو حضرتك اساسا مترشح ولسه الترشح بتاعك ما كملش، مش مشكله عادي، حتى لو لقيت هنا نومينيشن كلوز مش مشكله، اتعدل وتحذف وتظبط زي ما احنا هنعمل دلوقتي. لكن لو انت لسه ما ترشحتش، فاجري دلوقتي وسجل لو سمحت. اوكي، فاحنا هنضغط كده على نومينيشن اوبن. يلا يا كتكوت، ونعمل كده كوبي طبعا انا اوريدي الايميل بتاعي مسجله بيه، فانا هجيب بس الايميل بتاع بنتي. شوف الدنيا، يا نهاري، لا حساب اخر، لا انا عايزه حساب البنيه. استنى يا خال، ايوه اهو. طيب فرفش فرفش،
طب حتى اديني اسمه. طيب يعني اسم جيميل بس. ايوه بس كده، شكرا. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اكون فاكره الباسورد كمان. إيه اعتقد بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خيرا. طبعا انا حساب بنتي كنت لسه مسجلتش بيه خالص، انا مجرد بس بعت لها انفيتيشن ان هي تذاكيني يعني. خلاص اوكي. طيب تعالوا بينا كده. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي بيرسونال ديتيلز زي ما تفضل استاذنا الكريم طبعا ووضح، فانا يعني هعملها كده سريعا. انا هقول مسز اوكي، والفيرست نيم مريم اوكي. تعالوا بينا كده ننقل ديه، نقول اللاست نيم اهو اللي هو الاسم الاخير طبعا. ديت اوف بيرث طبعا انا هعملها بتاريخ صغير 5/10 اوكي. ونقول فين 90، خالته 90، اين انت؟ بعد كده ميل ولا في ميل؟ طبعا في ميل. المارشال ستيتس، هل هي سنجل ولا متجوزه؟ فهي لسه سنجل. الفادر والهزم، خلي بالكم من حاجه، طول ما انت عندك النجمه اللي شايفها قدامك دي يبقى لازم تعمل هذا البند، او يعني المعلومه دي لازم تجيبها. طول ما انت عندك ما فيش نجمه يبقى خلاص اركنها على جنب، مش مهم، مش مهمه خلاص اوكي. المكان بتاعنا طبعا احنا هنقول سوهاج اوكي. طبعا بما ان انا مسجله قبل كده فحالا نضاف لي بعض البيانات. الكونتري ايجيبت، الستيت عندي هنقول سوهاج، سيدي البليانه، وده طبعا الكود بتاع البليانه عندنا. الموبيل فون اوكي، رقم الجيميل بتاعها اهو. لانجويج نون هنقول انجلش، ماشي والله ما نزعلك. البيرسونال انترست هنقول ريدنج، طبعا ده تبع لحضرتك بقى. يعني ايه بيرسونال انترست؟ زي ما توضح تفضل استاذنا ووضح اهتماماتك انت ايه، يا ترى بتحب ايه بقى؟ اهتماماتك الشخصيه، السباحه، الرياضه، الترافلنج، السفر، التكنولوجي، ايا كان اهتمام حضرتك ايه. البروفيشنال ديتيلز بقى طبعا كل دي بيانات لازم حضرتك تمليها في الاول. الاديوكيشن، التعليم بتاع حضرتك، فطبعا فاكولتي اوف ارت هي. الاليجيبيليتي تيست، يا ترى هي الكفاءه بتاعتها واخده ايه بقى؟ هل يا ترى سي تي اي تي ولا مش عارف الاس تي اي تي؟ بصوا شويه حاجات كده مالناش دخل بيهم، احنا اساسنا سواء كان برنسبل ولا تيتشر ولا تيتش ولا لايبريريان، كلنا في تيتشنج لايسنس، لان احنا اساسنا وزاره التربيه والتعليم. خلاص اوكي. دي ممكن تكون متعلقه بقى بكليات الهندسه ومش عارف الحاجات التانيه اللي مالناش دخل بيها دي. اوكي. التوتال تيتشنج اكسبيرينس هنفترض ونقول مثلا 4 سنين اوكي. طيب الديزاينيشن بتاعها هي طبعا تيتشر. تعالوا بينا كده، هي بتدرس ايه؟ هنقول انجلش على حسب بقى حضرتك. انا طبعا شغاله سريع تحسبا لا يعني بعد الشر عليها، مش عايزين نقول اسمها تقطع اوكي. اديشنال ريسبونسابيلتيز، ايه مهام اخرى انت بتتولاها في المدرسه بالاضافه ان انت معلم، معلم انجليزي، عربي، فرنسي، ايا كان، ايه المهام الاخرى؟ ممكن يكون حضرتك شغال مدرب زي حالتنا احنا، فتقول كده انا مدرب ومحاضر مثلا لمجموعه من الفرق العربيه او الفرق المصريه او ايا كان البلد اللي حضرتك فيها. انا رئيس او قائد لفريق كذا، او مثلا اعمل باكاديميه، مدرب اي سي دي ال، ايا كان المهام الاخرى اللي حضرتك بتتولاها ارجاء ان انت تكتبها هنا اوكي. بعد انا طبعا هنا مفيش، وخلي بالنا احنا ممكن ما نكتبش فيها لان هي مش عليها نجمه اهو، وهنا نفس نظام الاتشيفمنتس مش عليها نجمه، وبالتالي انت مش مهم ان انت تكتبها اوكي. ولكن بتضيف للبروفايل بتاع حضرتك، بتضيف الافضليه في الاختيار. احنا قلنا طبعا جلوبال تيتشر اوورد يعني حول العالم، فاحنا محتاجين ان هم ايه يزكون اكتر واكتر، كل ما يكون امكانياتك وقدراتك اعلى والحاجات انجازاتك اكبر، كل ما ده بيساعد على اختيارك اكتر من اي حد تاني
اوكي فالاتشيفمنتس انا طبعا بالنسبه لي انا هسيبها، حضراتكم اكتبوا فيها بقى انجازاتكم، حصلت على كذا وكذا وانا مش عارف ام اي 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 ومريت بدوره كذا وفزت بكذا، وايا كان اللي حضرتك حصته اي القاب سفير لكذا او كده اكتب اكتب، يعني ايه ما تبخلش على نفسك في انجازاتك. امال انت معلم مبدع عالمي ازاي؟ يعني ازاي؟ وريهم بقى ابداعك وانجازك. طيب تايب اوف انستتيوشن، يا ترى المؤسسه بتاعت حضرتك هل هي كوليدج؟ بما ان احنا زي ما قلنا ان في اساسا جايزه عالميه للكليات، او يونيفرستي كوتشنج انستتيوت، ولا سكول؟ طبعا انا سكول اللي اسمها بقى ايه، فاحنا هنقول برديس بنات. طبعا حضرتك بتكتب اسم المدرسه بتاع حضرتك، العنوان، سوهاج، الكونتري، الستيت، نفس البيانات تقريبا، البيانات الشخصيه، بس هم بيطلبوا منك تعمل البيانات الرسميه بتاعه مدرستك، لان ممكن يكون انت ساكن في مكان ومدرستك في مكان تاني مختلف تماما. اوكي السيدي البليانه، اوكي وادي طبعا الكود بتاعها، الموقع عايز تضيفه ماشي، مش عايز تضيفه برضه براحتك، البيانات اللي مش عايز تضيفها براحتك خلاص. اوكي بعد كده البورد، اذا كان انت حضرتك مثلا بتتعامل مع كليات او حاجه زي كده فبتكتبها، مش عايز تكتبها سيبها فاضيه. الانستتيوشن ليفل، يا ترى المؤسسه اللي انت بتتعامل فيها مستواها ايه؟ هل حضرتك بتدي ابتدائي اعدادي ثانوي او لطلب الكليات ايا كان؟ فانا سكندري. اوكي انستتيوشن جوفرنيت، هل يا ترى حضرتك مدرسه خاصه ولا مدرسه حكومي؟ فاحنا طبعا تحيا الحكومه. اوكي رقم التليفون بتاع المدرسه مش بتاع حضرتك، رقم التليفون للمدرسه مش مطلوب فخلي بالكم. اوكي المدير بتاع حضرتك ده طبعا لازم، لان المفروض هنشوف دلوقتي في التزكيه لازم المدير يزكي حضرتك خلاص. اوكي فاحنا هنقول مستر. اوكي واحنا طبعا عندنا استاذنا الفاضل استاذ نشأت. اوكي نشأت الاخلاق تمام. بتضيف بقى طبعا هي مش مطلوبه السوشيال لينكس بتاعت حضرتك، اذا كان عندك واتس، انستجرام، فيسبوك، ايا كان اللينك اللي موجود حضرتك بتضيفهم هنا، او لو مش عايز تضيف برضه زي ما انت حضرتك حابب. فادي الفيسبوك، ادي اللينك ده، وادي سكايب لو حضرتك حابب. هل انت فزت بالجائزه دي قبل كده؟ يا اما بتقول يس يا اما بتقول نو لو انت حائز على الجائزه من قبل. اوكي بعد كده بنضغط بريفيو عشان نشوف يا ترى اللي احنا كتبناه، لانه خلاص هو هيتسجل وهيعتمد بشكل رسمي خلاص. اوكي فتخلي بالكم كويس، لان وقت ما بنعمل سبميت اوكي بيبقى التعديل الى حد كبير صعب. هو ممكن نعدل، مش ممكن، ممكن نعدل، بس بيبقى التعديل صعب النتيجه، لان احنا خلاص 28 دلوقتي، فخوفا ان الموقع طبعا اديكم شايفين الضغط عليه، ممكن يعني من كتر ما انت بتحاول وممكن يقفل معاك الموقع وكده. يعني تريح ريس، وانتوا ايه بتعملوا البيانات بتاعت حضرتك. فهنضغط كده طيب سبميت ونقول سيف، يلا بينا كده. طبعا رفع الصوره بتاع حضرتك بيطلب منك، وجايب لنا طبعا نماذج عربيه مشرفه جدا جدا، معانا استاذتنا الجميله استاذه ياسمين، وتقريبا اعتقد مستر محمد اعتقد او حاجه زي كده، او احمد، يعني هو شخص عالمي الصراحه بس لا يحضرني الاسم حاليا. المهم ان الصوره تكون الريزوليشن عالي والخلفيه بيضاء، او الخلفيه يعني ساده، مش متصور انت والعيله الكريمه وفرح وبتاع، لا يعني صوره تكون خلفيه ساده ورياء. فهشوف كده اعتقد ان انا في عندي خلفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اين انا اين نحن، اعتقد هنا اهو في خلفيه. اوكي تمام، ونقول ابلود ايمج. انا تمام عملت كل البيانات مش راضي يقبل، بيقول لي لازم تعمل الحقل اللي هو بتاع الكانتري اللي هو المنطقة والمدينة، اضغط عليها مش راضي. ممكن يكون تهنيجه في الجهاز او تهنيجه في الموقع نفسه في النت، يعني كل مره لان انا كده عملتهم قدامك دلوقتي، يعني هو كل ما يكون النت حلو كل ما ان شاء الله تلاقي الخطوات معاك يعني اشتغلت بسرعه باذن الله. الحاجه الضروريه نعملها، واللي مش ضروري او مش هيضر معاك ما تعملوش، ولكن في حاجات مش ضروري ان احنا نعملها لكن مهمه علشان ترشح حضرتك. زي ايه قلنا؟ زي السوشيال لينكس بتاعت حضرتك علشان يضمنوا ان انت هتنشر لهم الجايزه،
ما هم برضه بيدوروا على مصلحتهم ويشوفوا كمان نشاطك انت العالمي ايه، زي اهتماماتك وانجازاتك ايه هي بالظبط. اوكي طيب، بمجرد ما بنخلص البيانات الشخصيه والبيانات المدرسيه بتاعتي او البيانات الرسميه، بتفتح مع حضرتك الصفحه اللي هي فيها تقييمك الشخصي لنفسك. وزي ما قلت قبل كده يا جماعه، رجاء بما ان انت بتشترك في جلوبال تيتشر اوورد، جايزه عالميه بتتفاخر بيها ببلدك وبنفسك ان انت الحمد لله معلم مبدع ومنجز، ما ينفعش ان انت تقلل من نفسك. يعني منجز ازاي وانت قليل في شيء؟ فاهمني؟ فبالتالي المفروض كل الدرجات بتاعتك تبقى نهائيات، لان لو قليله اضمن ان انت هتسقط. يعني عذرا مع احترامي لحضراتكم، ليه؟ مش عشان انت فاشل، لا، بس انت بتشترك في جايزه عالميه. جايزه عالميه معنى ده ان انت بيرفكت، ان انت حد ممتاز من كله، والا مش هتتفاخر بقى مع ناس من انحاء العالم. فتعالوا بينا كده. طبعا بيقول لي ان لو حضرتك اديت لنفسك درجه واحده يبقى انت كده بور لغايه لما توصل خمسه اللي هي اكسلنت. فبيبتدي بيسالك بقى، يا ترى انت بالنسبه للمواظبه في التعامل مع طلابك في الفصل وفي المدرسه، هل يا ترى بتواظب على الحضور وان انت تهتم بالفصل والدراسه؟ اه يا عمي خمسه. طيب الاكاديميك ريزلت بتاعت حضرتك، يا ترى نتائج حضرتك في المدرسه، انجازاتك الحمد لله حلوه وجميله؟ اه يا عمي الحمد لله. الكلاس مانجمنت، يا ترى حضرتك بتعرف تدير الفصل بتاعك كويس، ولا الطلبه كل شويه اللي ينط من الشباك، واللي مش عارف بياكل في الفصل، واللي بيحدفك بالشيبسي في دماغك وكده؟ لا يا عم الحمد لله، انا يعني ادير فصلي بروح حلوه واحترام مش بتحكم. خلي بالنا، احنا عايزين ناس متحضرين يتعاملوا باسلوب راقي مع طلابهم. فهقول له اه برضي الحمد لله رب العالمين. انوفيشن، يا ترى ابداعك وابتكارك، هل انت شخص كل شويه بتدور على الجديد، ولا بتركن الى الاسلوب التلقيني، الاسلوب بتاع زمان، واحفظ يا واد واحفظ يا بنت، واللي مش هيحفظ امده على رجله والكلام بتاع زمان؟ لا يا عمنا الحمد لله، احنا بنتبع احدث الاساليب، والا ما كناش وصلنا للجلوبال تيتشر اوورد. طيب ريلايبيليتي، يا ترى هل بيعتمد عليك في المواقف؟ هل بيعتمد عليك في حل ازمات الفصل بتاعك وازمات المدرسه؟ اه الحمد لله رب العالمين، انا يعني شخص ما شاء الله، يعني لسه حالل ازمه كبيره قوي في اوكرانيا دلوقتي. اوكي الديدكشن بتاع حضرتك، هل انت يعني مدي كل مكرس كل اهتمامك وكل حياتك عشان خاطر طلابك، ولا كل شويه يتزوغ وشويه على الفيس وشويه على التليفون ويلا يا عم تعالى نلعب شويه وكلام كده؟ لا انا الحمد لله رب العالمين مكرس كل مجهودي وكل وقتي علشان خاطر اطور من طلابي واحسن منهم. ريليشن وذ ستودنتس، يا ترى طلابك علاقتك بيهم ايه؟ هل علاقه طيبه وتفتخر بيها والحمد لله على علاقه طيبه بيهم، ولا كل شويه خبط رزع في الطلبه ومد على ايديه ومد على رجليه ووشك للحيط؟ اوكي فالحمد لله علاقتنا جميله بطلابنا. ريليشن وذ بيرز، زملائك بقى اللي موجودين حواليك، هل كل شويه شوف ده النهارده جاب عربيه جديده، شفت الاستاذه مش عارف مين، ده النهارده كانت لابسه مش عارف ايه، شوف بتتعامل والطلبه بيحبوها، ده جابوا لها هديه امبارح، ولا انت بتحبهم وتتعامل معاهم كويس وبتتعاونوا في انجاح الفصول بتاعتكم؟ ما هي اساس التعامل مع الزملاء في المدرسه ان احنا كلنا عايزين نستفيد من خبرات بعض. انا شفت مثلا استاذ امير في الفصل بتاعه بسم الله ما شاء الله عمل طريقه جميله قوي شد بيها انتباه الطلاب، مش هقعد احقد عليه ولا شغال بيلعب مع الطلبه في الفصل ما بيعملش حاجه، لا استاذ امير انا ما شاء الله لاحظت ان حضرتك عملت حاجات جميله مع طلابك وكانوا منتبهين والله اكبر، عملت ايه علشان خاطر انا كمان نفسي ان انا اشد نتعاون سويا عشان ننجح الفصل بتاعنا. اوكي فهل يا ترى انت تعاملاتك معاهم حلوه وجميله، ولا بيصدقوا ما انت يعني تمشي من المدرسه وتنكشح من امامهم؟ ريليشن وذ بيرنتس، الاباء بقى بتوع مين؟ بتوع الطلاب بتوعك، هل يا ترى علاقتك بطلابك واولياء امورهم طيبه وكويسه؟ لان احنا لازم كمان يكون لنا علاقه باولياء امور الطلاب مش بس الطلاب، لان احيانا كتير طالب يبقى عنده خجل، طالب بيعاني من التنمر، طالب عنده ضعف مثلا او صعوبات في التعلم، فلازم تكون علاقتي مع اولياء الامور طيبه وكويسه عشان اقدر ان انا من خلالهم اظبط الدنيا بالنسبه للطالب بتاعي. اوكي اخر حاجه علاقتك مع المدير، طبعا ده بالتحديد طويل العمر يطول عمره وينصر على من يعديه، وانتوا بقى عارفين التكمله.
مديرنا العزيز الغالي اللي بيساعدك على ان انت تكون منتظم في الدراسة بتاعتك وبيساعدك على انجاز ابداعك مع طلابك، يا ترى علاقتك بيه حلوة ولا ايه بالتحديد؟ طبعا ده ايه برضي المفروض كله، انا زي ما قلت لكم المفروض كلهم يبقوا نهائيات، مش هنزور، لكن انت بالفعل المفروض حد كويس والا مش هتقدم للجائزة دي. ونقول سبميت. جميل، بيقول لي you have successfully completed self evaluation. انت كده كملت الحمد لله التقييم الشخصي ليك، خلاص اوكي. يلا بينا بقى، جينا على مين؟ جينا على الجزء الممتع والمتعب في نفس الوقت، اللي هو ايه؟ اولا النصيحة لحضراتكم، رجاء اول ما تيجي تقدم على الجلوبال تيتشر اوورد يكون مع حضرتك ايميل المدير بتاعك او ما ينوب عنه، لان احيانا مديرنا مثلا مش بيكون متفاهم للجائزة دي فحد بينوب عنه، اوكي. يكون معاك 10 ايميلات لزملاء ليه، 10، خلي بالنا 10، 10 اقولها بالالماني ايه يا مستر كده يعني بصوا لازم 10 ايميلات. طب حد يقول لي الله يا سيدتي الكريمه ما هو قدامك رقم 5 منور اهو، انت بس عايزه تصعبي الامور. اقول لك لا لحظه، خلي بالنا كده ليه 10 ايميلات؟ لان انا لازم يكون عندي 5 ايميلات هيزكوني. يعني ايه هيزكوني؟ انا هبعت لهم طلب واقول لهم معلش والنبي انتوا شايفيني كويسه، فقولوا ان وفاء دي تستحق الجائزه. 5 ايميلات هيزكوني. وخلي بالنا برضه من المعلومه، الخمس ايميلات دول ممكن يكونوا ما ترشحوش، ممكن يكونوا مرشحين. يعني انا مثلا مترشحه للجائزه، مستر امير مترشح للجائزه، ممكن ابعت لهم عادي، خلاص اوكي. ممكن يكون حد ما ترشحش، بس اللي ما ترشحش ده وفره لبعدين افضل، اوكي، على الاشخاص ما تتعبش. يعني احنا دلوقتي هنختار 5 مننا اللي هم بالفعل مترشحين وابعت لهم عشان يزكوني، يقولوا اه والله ده هي تستحق الجائزه. خلاص ادي اول 5. الخمسه التانيين دول ليه؟ علشان هنبعت لهم يترشحوا، لازم يترشحوا، خلاص اوكي. يعني الخمسه الاولانيين دول مش شرط يكونوا مرشحين او مش مرشحين، اي واحده منهم ينفع. الخمسه التانيين دول لازم يكونوا ما يعرفوش حاجه عن الجلوبال تيتشر اوورد، ما ضربوش فيها خط ولا ايميل، خلاص اوكي. ليه؟ علشان حضرتك لما هتبعت لهم الايميل لازم يدخلوا من نفس اللينك اللي انت بعته ليهم، خلي بالكم من الحته دي كمان، خلاص اوكي. تاني وبالراحه، انا عايزه 10 ايميلات، خلاص اوكي، 5 اللي احنا هنشوفهم دلوقتي، اوكي، و5 تانيين دول ما ترشحوش اصلا. طيب تعالوا بينا كده خطوه خطوه علشان ما انتهش وتوهوا مني. اولا انا همسك مين؟ همسك الخمسه اللي انا محتاجاهم يزكوني، خلاص اوكي. حضرتك بيظهر قدامك الشكل اللي انت شايفه ده، بتاخدهم واحد واحد وتكتبهم. اولا هو يا ترى مستر ولا مس ولا مسز ولا دكتور ولا ايه احواله؟ فانا هقول مسز، اوكي. انا هظهر لكم كده الايميل بتاعي عشان اللي عايزني اذكيه، انا على استعداد تام وهكتب لكم الايميلات بتاعتي عشان اذكيكم كلكم ان شاء الله، خلاص اوكي. التيتشر نيم الاسم كده هنقول نقول مريم مثلا، خلاص اوكي. الايميل، شوفوا بقى الايميلات بتاعتي اهو قدامكم، اي واحد اي واحد من دول ابعتوا له، بس اللي انا شغاله عليه اكتر واحد اللي هو ده اهو، ده يعني ده اللي هيبعت لي عليه ان شاء الله باذن الله هزكيه على طول، خلاص اوكي. ده يمكن الايميل الرسمي بتاعي اللي انا شغاله بيه اللي هو شخصي يعني. طيب بعد كده بيقول لي يا ترى كود البلد بتاع حضرتك ايه؟ يعني احنا عندنا في مصر مثلا 20، ده الكود بتاعنا، اوكي. ممكن زي ما مستر امير طبعا هو قاعد ومنور دوله عمان يا مستر امير، نعم منور عمان كلها يا كبير والله، اوكي. فكود عمان بيختلف طبعا من كود مصر، من كود الكويت لكده. فحضرتك بتشوف الكود بتاعك اهو، اوكي، وبنكتب رقم تليفون. ليه بقى رقم التليفون؟ هو في الاساس هيبعت له على مين؟ هيبعت له على الايميل بتاعه ده، خلي بالكم برضه من المعلومه دي كويس. هو في الاساس لما هيبعت له دعوه علشان يزكي حضرتك هيبعت له على الايميل، اوكي. احيانا ممكن الدعوه، ويمكن دي صدفه بعض منكم، الدعوه ما توصلش على الايميل، تهنيجة في النت، او مثلا الدعوة تهت في الطريق، مش عارف هو حب يستريح شوية، ايا كان. فانت عندك الامكانية تقول له ايه؟ لا خلاص ما تبعتليش على الايميل وابعتلي على التليفون دعوة ليه، خلاص اوكي.
يبقى انا لازم اضيف رقم تليفون يكون صحيح بتاعه هو، مش رقم تليفون خاطئ، لان لو رقم تليفون خطأ والايميل عندي لقى مشكلة ان هو يبعت له فيه، هبقى انا محتاج التليفون عشان يبعت لي على التليفون. طيب انا طبعا كل اللي انا شغالة فيه ده تجريبي، فبالتالي انا هكتب اي رقم تليفون كده فابريكيشن اوكي، وبيقول لي اه يا ترى اسم المدرسة. يبقى دي كل ما حضرتك تكلم اي حد علشان يزكيك تطلب منه ايه بقى؟ تطلب منه اسمه والايميل رقم التليفون والمدرسة، تمام الكلام؟ اربع بيانات هتطلبهم من اللي هيزكوك، اربع بيانات هنطلبهم من اللي هيزكونك، خلاص؟ الاسم، الايميل، الموبايل او رقم التليفون، وكمان اسم المدرسة بتاعته. خلاص كده يا جماعة، ونقول سبميت. ادي اول شخصية. انا هفتح لكم برضه الجيميل عشان تشوفوا الدعوة لما هتوصل عندي هتوصل شكلها ازاي، وحضراتكم هتستجيبوا ازاي. يلا يا سيدي، هعرف منين ان الدعوة وصلت؟ هتلاقي يظهر لك اشعار بالاخضر هنا، استنوني لحظة هتظهر دلوقتي. هنور لكم الدنيا كده عشان ايه يبقى الدنيا يعني منورة حبة معانا. هي الدعوة لسه اهو، شوفوا اهو، شوفوا اهو بيقول لي you have successfully sent recommendation request to Mrs. مريم. انت بعت لها ايه؟ بعت لها طلب عشان تزكي حضرتك. يبقى ده اول تيتشر انا ايه، انا المفروض ان انا هيزكيني. طيب تعالوا بينا كده نروح على عمو الجيميل بتاعي ونشوف يا ترى الدعوة هتوصل شكلها ايه. ربنا يهديك يا عمو نت، ربنا يهديك يا طنط كهربا، ربنا يهديك يا استاذة حرارة. يعني كل يدعي في الصلاة يدعي للتلاتة يا جماعة على سماحة. النت والكهرباء والحرارة. ربنا يستر. اللهم امين يا رب، اللهم امين. تعالوا بينا كده، ادي جيميلي اهو. هو انا زعلان مني لسه مش راضي يقبل البتاع يفتح. معلش، طب جرب متصفح تاني يا مستر امير. ده بقالها شهرين كده. اوه، ايه اللي بالظبط اللي مش راضي يقبل؟ اللي هو ايه بالتحديد؟ اما تخلصي هوريها لك عشان ان شاء الله. طيب تمام يا كبير، تمام، تسلم. طيب يلا بينا كده. انا زي ما قلت لحضراتكم اي حاجه هي تهنيجة على الموقع، لان عدد كبير قوي من العرب ابتدوا يقدموا لما احنا عملنا محاضرات اكتر من محاضره على الجائزه. الموقع مهنج من الضغط عليه، فحضرتك جرب متصفح اخر، جرب على جهاز تاني، لان برضه احيانا يعني انا واقف معايا بالنسبه للكمبيوتر هنا، كل ما جرب من متصفح الدنيا واقف، فلما رحت على التليفون الحمد لله الدنيا ظبطت. اوكي، ممكن تروح على التاب الدنيا تتظبط او العكس. يعني بص اتنططوا، معلش يعني هم يومين اللي باقيين فاتنططوا فيهم. يلا يا حاج جميل، بيرفكت. شوفوا في اللحظه على طول طار، اللهم لك الحمد والشكر. اهي بنفس الطريقه زي كده هتلاقوا ان الايميل وصل عند حضراتكم. كده يفتح. انا زي ما قلت لكم الخمسه دول اوكي مش شرط يكونوا قدموا او ما قدموش، اوكي يعني ممكن يكونوا مقدمين عادي، يعني اديني انا متقدمه اهو وعادي خالص بعت لي جيميل بيقول لي اه دير. طبعا هو المفروض يكتب مين؟ يكتب وفاء، بس على حسب ما انت بتكتب الاسم بيبعت. اوكي، فبيقول لي لا ويت استنى، مش عايزين نهنج دلوقتي، ويت يا كتكوت. طيب هستنى شويه. شوفوا كده بيقول له اه تحياتنا من اي كي اس ايدوكيشن اووردز، حضرتك عندك الاستاذه مريم قدمت في الجائزه بنفس الطريقه هيوصل لزمايل حضرتك اللي هي جلوبال تيتشر اووردز. لو حضرتك شايف ان هي تستحق، هي طبعا طلبت التزكيه منك ان انت تزكيها وتقول ان هي تستحق. لو حضرتك شايف ان هي تستحق اضغط على مين؟ على هذا اللينك. تعالوا بينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا خال، يلا يا حاج، خايفه اهنج مننا.
طيب نضغط، ها نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا كده. لازم يظهر لك الشكل اللي انا هوريه لكم، لان لو الشكل ده ما ظهرش يبقى انت ما عملتش تزكيه لزميلك. ايوه اهو، لازم يظهر لحضراتكم المربع ده، سواء على التليفون، تابلت، كمبيوتر، لابتوب، ايا كان الجهاز هيظهر لك نفس المربع زي كده بالظبط. لو ما ظهرش المربع ده تاكد ان انت لسه ما عملتش تزكيه لزميلك. فعلشان كده تلاقوا بعض منكم كتير قوي يقول يا جماعه ده انا عملت له تزكيه بس ما فيش حاجة، يعني ما ظهرش شيء، أو هو ما ظهرتش الدرجة عنده. خلاص أوكي؟ فخلي بالنا، بمجرد ما بيظهر عندي بيقول إيه؟ ده حضرتك الأستاذة فلانة الفلانية مقدمة عندنا في المسابقة، حابة تزكيها؟ قولي يس. وقت ما قلت يس خلاص كده الدنيا تمام و100 فل و14. خلاص أوكي؟ ممتاز. طبعا هو بيطلب مني انا ان انا اسجل، انا اوريدي مسجله. تعالوا بينا نرجع على مين، على الدنيا اللي احنا كنا فيها. سريعا سريعا كده عشان اوريكم الخطوه اللي بعدها. انا هفبرك كده اي حاجه وخلاص، لان انا كده كده انا مش محتاج دي. اوكي هضيف اي جيميل، ده جيميل التاني، ده الايميل الرسمي التاني بتاعي، فبرضه اللي عايز يبعت لي عليه عادي يعني مفيش اي مشكله. اوكي وادي عندي هنا مصر، ونالف كده اي حاجه. اوكي والانستتيوشن، ونقول سبميت. طيب واحد من حضراتكم يقول طب ما انا اجرب ابعت للايميل مرتين، لو جيت بعت لنفس الايميل تاني هقول لك هذا الايميل مسجل من قبل. فخلي بالكم، عشان كده انا قلت لكم لازم يكون عندك 10 ايميلات مش خمسه. 10 ايميلات ليه؟ لان انا افرض انا سجلت دلوقتي مثلا الاستاذ امير، اوكي؟ والاستاذ امير ما سجلش قبل كده، يعني لسه جديد ما دخلش على المنصه. وحبيت اخليه في الناس اللي انا عايزه ادعوهم للمنصه، هيقول لي لا الايميل ده اتسجل قبل كده، شوفي لي في حد تاني. ودي نصيحتي لحضراتكم، خلوا الخمسه اللي هيزكوكم ناس اوريدي سجلوا، ناس بالفعل موجودين على المنصه، والخمسه التانيين ناس ما سجلوش اصلا. خلاص اوكي. طيب ادي الشخصيه الثالثه، ونسرع كده نالف اي تاليفه، ونقول اي ايميل. رقم الواتس، اي رقم، ونقول صب. شوفوا كل ما ببعت لحد بيروح يظهر لي الرساله بتاعته هنا على طول، بيقول لي اه انت بعت للشخصيه دي. هتبعتي لي ايه؟ يشرفني، ارسلت الايميل بتاعي يا مستر امير، يشرفني والله. طب اديني ايميلك يا بابا، استناني بس كده على عشان حتى الدردشه. الناس تستفيد من حضرتك، يعني يبقى عمل خير لينا وليك. بكتب على الدردشه. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. طيب مستر، واحده لحظه، بطلنا الهمام مستر امير. امير مين يا كبير؟ امير احمد سالم جيميل. ها يلا كده مليني. بسجل بس. طيب كتبته على الشات ولا لسه؟ على الدردشه. طيب تمام، نجيب بياناتك يا بطل. فين حضرتك؟ ادي الشات اهي. بتاعي راح فين؟ مش عارف. صعد أو اخي هجيبه لك تاني. لحظه واحده، استنى حتى الشات مش ايوه. ابعتوا لي يا مستر امير الله يحفظك. حبيبة قلبي أستاذة سوزان، ابعتي لي يا ست الكل، أنا بعت لك الإيميل أو أنا ظهرته قدامكم، أوكي؟ حاضر حاضر. بصوا رقم التليفون بتاعي يا جماعة اللي هو بتاع الواتس، لو حابين إن أنتوا تتواصلوا معايا. دي أستاذة أسماء. مستر أمير ابعت لي الإيميل لو سمحت. رقم التليفون بتاعي على الواتس لو حابين إن أنتوا تتواصلوا معايا، 010، طبعًا الكود بتاع مصر اللي هو 20 اللي هو 20. 20 010 10 تاني 8
5 3 5 3 3. بصوا اديني هكتبه لكم اهو، ادي 20 في خطأ، بعدين 0 10 تمام، 10 تانية 8 5 3 5 3 3 اهو. اشكرك اشكرك اللي كده. طيب مستر امير فين؟ مش لاقيك يا مستر. اخر واحد اخر واحد اهو اللي هو محمد ممر ماد ممر، دي حروف الاولاد. اخر واحد اهو عشان الاولاني كان فيه حاجه خطا يمكن. طيب ما فيش مشكله، تمام تمام يا كبير. صح. هو الناس انا ظاهر قدامي محمد قصي، خلي بالك. لا الناس بت طق ضاع. لحظه يا شباب. طيب او الاخير ده تحت الدكتور محمد. ربنا يبارك لي فيك يا مستر انس، مدربنا العظيم والمبدع، وتحياتي للجميله استاذه هند. ايوه هو. استنى 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 ما تطرش، انا هقفلك الشات عشان اعرف اثبت بتاعي، لان الحضور ما شاء الله عليهم. طيروهم. لا انا لحقته، يعني قفشتك من قفاك يا كبير، عذرا. لا اصل فيه واحد خطا انتظرني، هو اخر اللي هو لا اله الا الله. بص عليا كده، بص على على يما مين ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنيني عشان انا ايه، نسخت حاجات كتير قوي قوي. ايوه صح. حضرتك اهو، حضرتك يا بطل اهو، هو ده كده صح؟ ام اي ام ايون ار ام اي ايوه ام اي دي بعدين 464 بعدين ات جيميل دوت كوم او نص كوم. لا لا هي كوم كويس، كوم كويس عشان نص كوم هيقول عبينا دلوقتي. طيب مؤسسة حضرتك اسمها ايه بقى؟ قولي تاني. تيتشر، سينيور تيتشر. المدرسة يا استاذي، المدرسة بتاعت حضرتك. المدرسة ام سوري، جبل السرعة، جبل السرعة. اكتب لك عدد. لا اهو يعني جبل السرعة. جي اي بي بي خفيفة فور بوك. بعدين اي ال ال اي ال اس يو ار اي اي اتش. خلاص اس يو ار ار اي اتش. طيب هكتب بالك تاني اتش بسرعة. حاضر. وادي الاتش. اي اي حاجة اي حاجة، مش هتقول حاجة. مش هتقول حاجة فعلا. طيب ونقول سبميت. هو على فكرة أهم حاجة في دي، أنا قلت لكم إن هو يقول يس، فكل اللي يهمنا في البيانات دي كلها على بعضها مين؟ الإيميل ورقم التليفون، عشان أريحكم يعني ممكن حتى الاسم نفسه يكون فيه خطأ، مش مشكلة. المهم عندنا زي ما قلت لحضرتك الإيميل ورقم التليفون. خلاص رقم تليفونك يا بطل. أيوة بالمفتاح. يا ريت طبعا. أوكي 968 968 8 لا 968 خلاص. اوكي أيوة. 95 05 06 تمام. 3 8 5 جميل 5. سجلوا يا جماعه، خدوا سكرين 8 9 6 8 9. استناني بقى على ما ندور عليك. 9 6 8 هنا بقى، وقت الأمة العربية دي. أيوة ما هو بعيد شوية. حبة شوية. قناة عمان. 9 6 ادي 6 7 8 بس كده اهو. يلا نشيل 8 من هنا. اوكي. بس ايه؟ اهو كده دي بيانات مستر امير يا جماعة، اهو ظهر قدام حضراتكم. اوكي. 9 5 0 6 3 8 8 5. اوكي. تمام الله يرضى عنك. كده هيتبعت لك طلب يا كبير. نروح اشوف. ده كده تيتشر الرابع. طبعا سريعا سريعا. زي ما باكد عليكم رجاءا الخمسه الاولانيين عشان تريحوا انتوا نفسكم، اوكي؟ يكونوا بالفعل ناس اترشحت قبل كده. خلاص وخلصت الترشح بتاعها او شغاله فيه. واهم بيانين موجودين عندي بالنسبه للتزكيه، الايميل ورقم التليفون الخاص بيهم. اوكي ده تيتشر 5، فاحنا هنالف كده اي تاليفه. اوكي عشان بس ايه ننجز، واختار اي ايميل من الايميلات اللي عندي. لا اله الا الله.
سيدنا محمد رسول الله ونقول جبل السرعة والله ننزع علينا كثير. شوفوا بقى بعد ما هخلص الخمسة دول ايه الشكل اللي هيظهر قدامي بمجرد ما هتخلص الخمسة اللي هم هيزكوا حضرتك. خلاص يبقى خلي بالنا، شوفوا الخطوات بتاعتنا. الاول بسجل بياناتي الشخصية، بعدين بعمل تقييمي الشخصي، وراها على طول الخمسة اللي المفروض هيزكوني في المرحلة الثالثة من مراحل الترشح بتاعتي. اوكي يلا كده. بيرفكت. شوفوا كده اهو، ادي كده ظهر لي الصورة وبيقول لي اهلا بيك يا ست الكل والف مبروك وزغروطة والنبي الحبايب ان ايه ان احنا سجلنا. ودي بيظهر لك المفروض ان هي تعمل لها داونلود بس عشان خاطر الدنيا لسه بتحمل اهو. دي طبعا بتشيرها بقى على وسائل السوشيال ميديا والفيسبوك، وبصوا يعني وتعلقها في الاهي اللي هي دي بتعمل لها داونلود. اوكي وبتشيرها على وسائل التواصل الاجتماعي ان انت حضرتك كده بدأت في خطوات الترشح بتاعك. خلاص على فكرة كل ما هتدخل على الموقع كل ما هتسجل بيان هتلاقي يقول لك دي على طول هتظهر عندك كنوع من التأكيد، وعشان انت تفرح بنفسك وتفرح بايه بانجازك اللي انت عملته. طيب بص بقى شوفوا الابداع اللي جاي ده، ده اللي يهمني انا، ده الجدول التقييمي بتاع حضرتك اللي المفروض في النهاية يوصل 500. عشان كده قلت لكم لازم تقييمك الشخصي يكون 100%، ما ينفعش يكون اقل من كده. خلاص اوكي لاحظوا كده الصوره بتاعت حضرتك، بيدي لك اي دي عشان لو حبيت ان انت تعمل مشكله، عفوا يعني ان انت تقول لهم على مشكله، فبتقول لهم ده انا الاي دي بتاعي اللي هو جي تي اي، وادي الاي دي بتاعي وعندي مشكله 1 2 3 بالنسبه للحساب. اوكي بيظهر الاسم والمدرسه بتاعت حضرتك، ويا ترى حالتك انت بالنسبه للجلوبال تيتشر اوورد ايه؟ نومينيتد ان شاء الله يا رب باذن الله باذن الله كلنا كده تتغير وهتبقى وينر. لما تيجي تدخل على الموقع بقى لما يعلنوا الجوائز وكده وتدخل على الموقع هتلاقي مكتوب هنا كلمه وينر فائز، وهتلاقيها منوره كده وبتلمع وبصوا واحتفالات وحاجات جميله خالص خالص. اوكي تعالوا بينا بقى للبورد الجميل ده اللي مهم جدا بالنسبه لي. بص بقى يا باشوات، اولا لكل السادة الأفاضل اللي بيقولوا هل ممكن نعدل في أي حاجة أقول لك آه، شايفين على الجنب أهو أدي الترشح اللي إحنا عملناه أهو، ممكن أنا من خلال الأيقونة الأخضر دي أعدل فيها. عشان كده أنا قلت لكم خلي بالكم أهم حاجة تترشح قبل ما ده يقفل، وقت ما أنت ترشحت خلاص نقدر نعدل في البيانات، أقدر حتى أعدل في الصورة، أقدر أعدل في المدرسين اللي أنا بعت لهم زي ما أنا هوري حضراتكم، وكمان حتى في المدير. افرض المدير بتاعي طنشني او قال لي والله عليا مش عارف ايه، لا انت مش هتفوز بيها مش هتفوز بيها، خلاص ضاعت مني المسابقه، هقول لك لا احذفه وضيف ايميل تاني مثلا الوكيل بتاعه او ما ينوب عنه او حد بنفس الايه بنفس الاهميه بتاعه المدير يدي تقييم لحضرتك. خلاص خلي بالنا بقى ادي النومينيشن فورم بتاع حضرتك 100%، البيانات الشخصيه اللي احنا كملناها والبيانات المدرسيه، السيلف ايفالويشن اهو 100%، ادي 200. التيتشر ريكومنديشن اللي احنا الخمسه اللي احنا عملناهم في الاول التزكيه واحد منهم بس، ليه فاكرين اللي احنا عملناه من الجيميل؟ الباقيين طبعا كل ما حد فيهم هيزكيك عليه 20 درجه كامله، فخلي بالنا اول خمسه عليهم كل واحد 20 درجه عليهم 100، خلي بالكم الحته دي كويس. جينا لمين بقى؟ جينا العم المدير بيقول لي البرنسبل ريكومنديشن بتاعك عليه 50 درجه لوحده، بسم الله ما شاء الله يعني هو الديك الرومي بتاعنا. اوكي بعد كده في عندي بقى حاجه اسمها ريزيوم ابلود. ايه ريزيوم ابلود؟ السي في بتاع حضرتك، ورياء السي في بتاع حضرتك يكون كله انجازات، ما يكونش يعني سي في كده هو ابيض يا ورد، يعني مش معقوله حضرتك معلم مبدع عالمي وبتنافس ناس عباقره من جميع انحاء العالم ويكون سي فيك ما فيهوش حاجه، لا يعني 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 ضيف انجازاتك الجميله اللي انتوا انا مش واثقه ما شاء الله يعني كلكم مبدعين. اوكي فالريزيوم ابلود بنجيبها منين بقى؟ من كلمه ادت اللي هنا اهو. خلاص ادي اول حاجه انا هبتدي اظبط فيها، هقول ادت الدنيا بتظبط اهو. على فكره برضه فايده الادت دي في ايه؟ ان انا ممكن من خلالها اقدر ان انا افرض انا شوفوا اهو كل شويه تفضل تظهر لنا دي، ممكن ان انا من خلالها اقدر ان انا السي في بتاعي الاولاني ما كانش متظبط اعمل اديت للسي في بتاعي. خلاص اوكي
تعالي بينا بقى فينك يا ست الكل. اهي upload your resume and get scored up to 100. من الاسئله الكتير اللي وصلتني ان انتوا ان شاء الله كلكم هتوصلوا 400، وهيفضل عندكم مين؟ هيفضلوا عندكم ال 100 بتوع مين؟ بتوع السي في. كل شويه هتبص هتلاقي يقول لك اندر ريفيو اندر ريفيو اندر ريفيو. يعني ايه؟ يعني تحت المراجعه. امتى بقى تحت المراجعه؟ لان بصوا هم بيراجعوا السي في بتاع الاف الاف حوالين العالم، فطبيعي هيطول معاك كتير، يعني ما تتوقعش خلال الشهر ده ولا الشهر اللي جاي. اوكي، فما تستعجلوش، يعني طالما قال لك اندر ريفيو يعني استناني يا حاج، يعني فوت علينا بكره يا سيد. فتعالوا بينا كده ناخدهم حب ونشوف كده مع بعض ايه يا ترى اللي ناقصين دول وهنكملهم ازاي سوا. اول حاجه عندي عمو مدير اهو، 50 درجه طايره حيره، جاينا من ايه؟ من المدير بتاعنا استاذ نشأت. اللي مطلوب مني المهم جدا جدا بالنسبه لي زي ما قلت لكم، الايميل ورقم التليفون مهمين جدا. خلاص، المدير بتاعي رضي وكان رجل فاضل وكريم يشكر صراحه، وبيديني الايميل بتاعه. لازم يكون حد تضمن انه هيذاكيه، مش تضيف ايميل كده وخلاص، خلي بالكم، لان كتير من حضراتكم بيروح تاخدوا الشهامه وتاخدوا الجدعانه وروح ضايف الايميل بتاع المدير، والمدير اصلا لا يفقه شيء عن الجيميل بتاعه ولا ما يعرفش يفتحه، او ممكن يكون مقفول ليه سنين، فانت كده وقعت نفسك في مشكله. اوكي، اختاروا ايميل يكون لو سمحتوا هيدخل عليه وفعلا هيذكيك، حد هيذكيك، لازم حد يكون هيذكيك. اوكي، فانا طبعا هنا هالف. اوكي، وبرضه نفس نظام كود البلد ورقم التليفون. طبعا انا بالف لان انا خلاص انا عملت الترشح بتاعي اتس اوريدي يعني. اوكي، وهقول ايه؟ وهقول سند، ارسال. كده وصل لمين؟ وصل للمدير ايميل، نفس الايميل اللي وصل زي ما انا وريته لحضراتكم كده، بيقول له ده الاستاذه فلانه الفلانيه طالبه من حضرتك تزكيها، هل انت تعرفها ولا دي واحده بتتطفل عليك وعامله نفسها مش عارف مين وتحب نبلغ لك عنها؟ له اه والله ده الست فاضله او الاستاذ ده فاضل، هيقول لك يس وكان الله بالستر عليم، وهتبص تلاقي ال 50 بتاعته نورت عندك على طول هنا. اوكي؟ طيب هو لسه سندنج، يلا يا بطل. وصل كده. اي ايوه اهو، خلي بالكم عشان تتاكدوا ان كل خطوه تمت لازم يبعت لك رساله يقول لك اه انا بعت الايميل للمدير بتاع حضرتك للجيميل اللي انت ايه اللي انت سجلته هنا. اوكي، طيب ننزل حبه كمان، خلاص نقول له شكرا، ادي كده عمو مدير وصل، ادي اول خطوه. اوكي، السي في بتاعي بقى دي تاني خطوه اهي، بيقول لي اه اعمل ابلود للسي في بتاع حضرتك. فعندي هنا بقول لي ايه؟ بقول له تشوز فايل، اختار الملف الاول وبعدين اعمل له ابلود، مش ابلود الاول، لازم اختار الملف وبعدين اعمل له ايه؟ اعمل له رفع على الموقع. خلاص اوكي، فوين سي في يا خال؟ اين تهت يا رجل؟ تعالوا بينا كده نكتبه علشان انا عندي، لا مش هنا يا راجل، هنا فوق فوق. ها، اشكرك. يلا كده، اين انت؟ اي اشكرك اشكرك، يلا تعالى فينك. طب انا عشان الاقيه بسرعه لان انا عندي ايه؟ عندي حاجات كتير، مش عايزاك تفتح يا قلبي. طبعا شايفين السي في، يعني السي في بتاعكم يكون منظم كده وجميل ويكون فيه انجازات كتير ان شاء الله، يا رب ربنا يديكم جميعا كلكم وتفوزوا. اوكي، هتقولي يا خال، هتقولي يا ولد، يلا بس كده، فين وفين وفين اهو، واعمل له ايه؟ طبعا انا مش هعمل له ابلود. اوكي، انا هعمل ابلود لاي حاجه تانية لان انا اوريدي عامله له ابلود قبل كده. اوكي، انا هختار، لا فين حاجه؟ طب ما انا غلطانه من الاول، انا جبت ليه؟ طيب. انا غلطان من الاول، معلش. طيب نفتح كده نشوف اللي عامل المستر ده ونقول ايه؟ ونقول ابلود. طبعا انا اي تاليف، لكن حضرتك تحط السي في بتاعك، تضيف السي في بتاعك فعلا. خلاص انا هنا اهو، ادي الفايل انا اخترته واقول له ايه؟ واقول له ابلود. اهو لسه بيتقبض اهو، لسه بيتحمل. شوف شوف التهنيج بقى اهو، ادي رساله اللي ظهرت لمستر امير، يعني بركات بركاتك يا مستر امير. ما انا بعت لك الرساله الثانيه، جالي الايميل بتاعك فعمل لي كده.
اه ظهرت انا لي عارف الصفحة عشان اعمل اوكي، راح اه اعمل لك. كلها تهنيج تهنيج مش اكتر يعني، ان شاء الله ندخل دلوقتي الدنيا تتظبط. للي هيلاقي الرساله اللي زي كده ويقول لي ايه ده، هو انا هعيد الخطوات تاني من اول وجديد، اقول لك لا، كل اللي انت عملته اتحفظ، ما تقلقوش يعني، كل بياناتكم اتحفظت الا الخطوه اللي انت كنت فيها، يعني هي دي اللي ممكن يكون هنج فيها الموقع ما اترفعتش مثلا. خلاص اوكي. طيب اعمل تراجع، ها يلا كده باك. طيب تعالوا كده نشوفوا اترفعت ولا لسه. اندر اهو، شوفوا اهو اترفعت اهي. شوف بيقول لي ايه، بيقول لي ان هي اندر ريفيو، معنى كلمه اندر ريفيو ان هي خلاص اترفعت، ان هي تحت المراجعه او قيد المراجعه. عليهم يا حاجه خوفتينا، تعالي جينا كده. اه جينا بقى لمين، وطقطقوا ودانكو، واللي معاه كوبايه شاي يركنها على جنب، واللي ماسكه البيبي بتاعها لو سمحت سيبيها على جنب، واللي مش عارف ايا كان بيتابع مسلسل سيب كل حاجه، سيب كل حاجه وركز كويس في الحته اللي جايه. اوكي احنا خلصنا الخمسه الاولانيين خلاص، اللي هيزكونا والحمد لله ربنا يديهم الصحه ويزكونا ونزغرت لهم ونبعت لهم كيك وحلاوه. خلاص اوكي جينا مين بقى، جينا للخمسه اللي المفروض انا برشحهم ان هم يسجلوا على المنصه. ما هي المنصه دي، او عفوا هي مش منصه، هي على الموقع او على الجائزه، الجائزه دي او اللي عاملين الجائزه دي مش هبل، ناس مش عبيطه، هم حابين ان هم يقيموا ويزكوا ويدعموا كل المعلمين الناجحين اللي فعلا كويسين، لكن في نفس الوقت برضه بيدوروا على الانتشار. فزي ما انا هنفعك، عايزه منك ان انت كمان تفيدني، يعني انا هفيدك ان شاء الله وهدي لك الجائزه اللي هي جلوبال تيتشر اوورد، بس طالب من حضرتك ان انت ترشح خمسه جدد عمرهم ما سجلوا قبل كده على مين، على المنصه، ناس جديده تماما ما ترشحتش خالص. خلاص اوكي بنفس الطريقه زي كده برضه هنكتب الاسم، وطبعا عندي الكود ورقم التليفون بتاعه. انا بس عايزه اوريكم حاجه، شوفوا كده لما انا هضيف ايميل من الايميلات اللي انا اوريدي عملتها قبل كده. تعالوا نختار كده الجيميل بتاع بنوتي اللي انا اوريدي مسجله بيه. يلا بينا كده، وهقول له مثلا ايا كان الاسم. قول له سند. تاني رسالة؟ لا لسه. المفروض ان هو، لا هو يمكن عشان انا لسه مسجلة بيها دلوقتي. آه لو الشخص ده المفروض ان هو مسجل يظهر لك رسالة يقول لك ايه، يقول لك هذا الايميل مسجل عندنا من قبل، انا عايز حد يكون طبعا انا لسه هنا اديني شغالة بيه اهو. اوكي فهو يمكن لسه ما سمعش معاهم قوي، لكن لو الايميل ده متسجل عندهم هيظهر لك رساله يقول لك هذا الايميل بالفعل مسجل، انا عايز حد يكون لسه ما ترشحش. طيب خلي بالكم من حاجه، لاحظوا معايا اللي قبل كده الخمسه الاولانيين كانوا كام؟ كانوا 100 كل واحد فيهم 20 درجه، انما دول 50 كل واحد 10. على اي اساس بتتحسب ال 10؟ اللي انا بعته حضرتك لما هتبعت الايميل بخمسه، ولو هو سجل على المنصه ادي الخمسه التانيين. تاني وخلي بالكم الحته، مش بقول لكم طقطقوا ودانكو معاك كوبايه شاي خليها لي انا، ويعني بلاش تشربها انت اركنها. اوكي تاني الخمسه الاولانيين اللي هم المفروض هيزكونا الدرجات بتاعتهم كل معلم 20 درجه، ودول سواء مسجلين على المنصه او مش مسجلين على المنصه عادي. اوكي انما الخمسه التانيين اللي هم دول، اوكي ناس تكون لسه ما سجلتش، لسه براند نيو زي ما بيقولوا، لسه بورقتهم كده طالعين. خلاص اوكي كل واحد فيهم 10 درجات مش 20، 10.
طيب تقسيمه ال10 دي ازاي؟ 5 على ارساله، على ان انت حضرتك هتبعت له، اوكي، و5 على لما هو يسجل في المنصه. طيب برضه سؤال علشان اخفف عليكم الضغط، هو لازم يسجل كل البيانات وكل الدنيا دي؟ اقول لك لا، هو يكفي بس يعمل حساب على المنصه. وقت ما عمل حساب هتاخد الايه؟ هتاخد ال10 كاملين. يلا هونت عليكم الدنيا اهو. اوكي، حد يبعت لي شوكولاتايه في الشات لو سمحت. بصوا بقى، لما انا هعمل ريفرش ان شاء الله يكون ال5 كده اللي انا بعتهم دول وصلوا. يلا كده فرفش فرفش. لا ده الموقع مهنج جامد يا جماعه والله، اداني ال10 كاملين. لا ده انتوا استغلوا الموقع دلوقتي. لا الموقع مهنج مهنج جامد والله، حتى شايفين البيانات داخله في بعضها ازاي، الدنيا عكه خالص. بس عموما عموما يعني المفروض ان هو زي ما بقول لكم كده اهو، 5 على ان هو الشخص هيسجل، 5 على ان حضرتك هتبعت له الايميل، و5 تانيين لما هو يبتدي يسجل. فين يسجل؟ في المنصه نفسها. خلاص اوكي، لو ربنا كرمكم زي التهنيجه دي يبقى كده يعني ايه، مامتكم وابوكم وجيرانكم والكوكب الارض كله مدعي لكم الصراحه. اوكي خلاص يا حاجه، خوفتي الناس. طيب يلا بينا كده. طبعا حضرتك بايه بتبعت بقى لكل الاربعه الباقيين. تعالوا بينا، انا عايزه بس ايه اوضح لحضراتكم شيء. احنا خلاص بعتنا لل5 دول ومستنيين الدرجات بتاعتهم وكده. بفرض انا بعتت لحد دلوقتي، اوكي، يعني مثلا ادي تيتشر ريكومنديشن. بص بقى معايا الحته دي مهمه جدا ليكوا برضه. لو انا مثلا بعت لمين، بعت السين ده وقال لي لسه اويتد، لسه انتظار، انا بعت له على الجيميل بتاعه ولغايه دلوقتي اللي هو يا اما ما شافش يا اما اللينك ما وصلوش. فعندك اختيار من 3، عندك حل من 3، يا اما تعمل له ريسند لللينك تاني عن طريق الايميل، يعني تبعت له على الايميل، او تبعت له رساله على التليفون، او ممكن تبعت له طبعا بالواتس، كل دي رسائل. او ممكن لو انت فاقد الامل فيه خالص تقول اد مور تيتشرز، ان انت تضيف مدرسين كمان زياده، يعني مش بس 5، لا ده انت تضيف حتى لو زي ما انت عايز يا عم. خلاص اوكي، تحسبا لا يكون عدد المدرسين ده مش مكفي معاك، يعني ال5 اللي هيزكوك، خلي بالك ال5 اللي هيزكوك ممكن اعمل لهم اد مور تيتشرز. اوكي، لو انا ما استقبلش الايميل بتاعي ممكن ابعت له ريسند لللينك، يعني ابعت له الايميل تاني عن طريق الايميل، عن طريق رساله على التليفون، او عن طريق الواتساب. عشان كده قلت لكم لازم رقم التليفون يكون صحيح، تحسبا لو الايميل عك معايا وكان زعلان مني يبقى انا في عندي الرساله موجوده والواتساب موجود. اوكي، طبعا دي اللي انا ايه اللي انا الله يحفظك يا مستر امير. شوف شوف الجمال والابداع كده بتاع مستر امير، شايفين الجمال؟ بيقول لي اهو خلاص اهو كومبليت مستر امير سكسسفلي ريكومندد يو، واتفضلي ابعتي له كده ايه تورتايه على البيت. خلاص اوكي، بعد كده عندي ادي كمان اهو اللي موجودين، هم الناس اللي موجودين. في ناس عندي لسه اويدد، فانا ممكن اضيف تاني مدرسين دول في التزكيه. طيب تعالوا بينا ننزل شوف البرنسبل بقى اللي هو عمه المدير، بيقول لي ادي المدير بتاع حضرتك اهو. طب مديرك يا ست الكل مطنشك، هو الراجل مش عاجبه اللي انت بتعمليه وشايف ان ده تضييع وقت على الفاضي، بالاضافه ان هو كان طلب منك شويه اكل امبارح وانت ما جبتهمش، فمعلش حضرتك كده احنا يعني هو الراجل مش راضي يعمل لك تزكيه، او مش راضي يعمل لك تزكيه. ببساطه حضرتك تعمل ديليت، اوكي، وتضيف. هتبص تلاقي الخانه بتاعت البرنسب دي تنشط التاني، تضيف ايميل حد تاني. خلاص اوكي، فخلي بالكم من الايميلات كويس لو سمحتوا. ومش معنى ده ان انا ايه ان انا كل شويه اعمل ديليت، مش فرح هو، يعني مش خطوبه شيماء هي، اوكي، لا رجاء خلي بالكم كويس، لان ممكن تكون ديليت متنشطه مره او اتنين، بعد كده هتلاقي وقفت، هيحس ان انت بتتلاعب بيه، فاهمين؟ فخلي بالكم كويس في الايميلات وانتم بتضيفوها، الله يرضى عنكم. اوكي، باردي نفس النظام، ما وصلوش الايميل اقول له طب والله باردي وانا سيبك، ما نفعش معاك الجيميل، عندك التليفون وربنا لو وراك وراه، عندك الواتساب. خلاص اوكي، طيب يلا بينا كده في التيتشر ريفرنس. يعني ايه تيتشر ريفرنس؟ قلنا اللي هم المعلمين اللي المفروض ايه هيسجلوا جديد على الموقع عندي. فطبعا انا عندي مين بقى اللي هي اللي انا لسه مسجل بيها دلوقتي ومش عارف اقبلها ازاي اصلا. يعني غريب ان هو اقبلها، يعني
اوكي اللي هو الايميل اللي احنا اوريدي بنسجل بيه دلوقتي خلاص. اوكي طبعا الباقيين المفروض هيظهروا تحتهم تحت بعض تحت بعض على طول. ممكن ان انت برضه نفس النظام تحذف. طبعا انا هنا مش جايب لي حذف لان هي خلاص سجلت، لكن لو انا ضفت حد لسه ما سجلش برضه هيقول ان هي اويتد وان انا ممكن احذفه واضيف حد بداله. خلاص اوكي يا جماعه. فخلي بالنا كويس خالص خالص ده ببساطه كده التسجيل على الموقع. المنصه لو عكت منكم شويه اعملوا ريفرش زي ما هي وقعت مننا وشغلنا عليها، نجرب من اكتر من متصفح نسرع علشان احنا 28 النهارده، ففي اي لحظه ممكن تلاقي دي كلوز، ولو دي كلوز هتبقى مشكله كبيره للناس اللي ما سجلتش. يعني النهارده كلنا نسجل نعمل حساب وكمل بياناتك براحتك بعدين عادي، عدل وظبط زي ما انت حاجة. لكن نومينيشن دي للترشح ان حضرتك تسجل حساب لاول مره على الايه على المنصه بتاعت حضرتك. طيب هتقول لي طب ما خلاص انا اعمل حساب وخلصنا، اقول لك لا، ما انت خلي بالك ما تنساش ان في عندك خمسه هتذكيهم عشان عفوا هتبعت لهم اللينك عشان يترشحوا، فلو كلوز هم مش هيقدروا يترشحوا فالدنيا هتقف بالنسبه لك انت. فعارفين اللي هو انت لازم خلي بالك من الحته دي كويس، الخمسه اللي المفروض هيترشحوا من جديد للمنصه لازم حضرتك هتبعت لهم اللينك وهم يدخلوا من اللينك اللي انت بعته مش من ايميل تاني. يعني انا مثلا ضفت الايميل ده والايميل ده هو اللي المفروض هتدخل بيه استاذ وفاء تترشح بيه على المنصه، اوكي؟ مش تترشح بايميل جديد، ما ايميل جديد يبقى كانها مش حد تاني اصلا. فخلي بالكم برضه لان دي وقعت ناس كتير، ناس تبقى بعت ايميلات ومحدش يا عمي فين؟ محدش بعت لي حاجه. اقول لك انا يعني تعالوا بينا كده، المشكله انا ما عنديش حد، ما يعني كل الدنيا مترشحه عندي. طب حد من حضراتكم ما ترشحش يا جماعه؟ كتير. هل كتير؟ دكتور محمد نايف حضرتك اترشحت يا دكتور؟ لا الحدوته، بس برضه احنا عايزين نفتح نشوف الرابط هيوصل له ازاي. انا ما طب ما عرفتيش ايه تغريد؟ قولي لي حضرتك وانا معاك يا ست الكل. طيب دعوني اجرب ايه تاني ايميلات عندي يا ربي. طيب ويت، بسم الله الرحمن الرحيم. جرب، يمكن بيعملوا لصالحكم دلوقتي الدنيا تتظبط معاكم على طول. انا هضيف ايميل اللي انا اصلا سجلت بيه قبل كده. اوكي هفبرك الاسم وادي 20 وهفبرك الايميل رقم التليفون وفبريكيشن ونقول سند. لو بعت يبقى ده فعلا تعديل عملوه في المنصه لصالحكم. هو لما انا سجلت ولما انا عملت المحاضره اللي كانت قبل كده كان لازم ان هو الايميل اللي حضرتك تدخله يكون حد لسه براند نيو زي ما بقول لكم جديد خالص ما يعرفش حاجه عن المنصه اصلا. يلا يا خال، ايه نطلع لهم بمفاجاه جديده النهارده حاجه تفرحهم ولا ايه؟ سنت سكسسفولي. لا ده تعديل جميل ده يا جماعه، والله تعديل بجد جميل ليكم. طيب تعالوا نرجع كده على الجيميل، استنوني نعمل كلوز ونقفل دي. لا كده احنا هنعدل في الكلام، استنوني لحظة نتأكد بس. خلاص بقى يلا ونشوف الدرجة هيدينا كام. احنا دول العشرة بتوع الشخصية الأولانية. يلا نعمل ريفرش كده، لو ادانا العشرين كده يبقى لا هنغير الكلام كده، هنبدأ حاجة جديدة. لا 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 يا جماعة، لا 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 بجد عايز اشوف ابتسامة على الوجوه اللي قدامي، ده سهلها عليكم خالص لان كانت مشكلة مشكلة مشكلة. لا كده جميل جميل جميل، اللي هي ايه بقى؟ بص بقى التعديل اللي اتعمل، التعديل الجديد اللي نزل عشان خاطركم وطقطقوا لي ودانكم بقى. العشرة كلهم سواء سجلوا او ما سجلوش ضفوهم. يعني حتى لو مسجلين ضفوهم.
خلاص ال10 كده بقوا سيان بالنسبه لكم، ومش محتاجين ان هم يسجلوا على المنصه. يعني ادينا احنا اهو عملناها اهو، يا رب بس ما تكونش تهنيجه موقع، ولو تهنيجه الحق استغلوها النهارده. يعني ابعتوا لي، اوكي ابعتوا لي مرتين، وابعتوا لمستر امير مرتين، وابعتوا لمستر انس، اوكي بحيث ان ايه، ان الشخص بقى ممكن يذكيكم، وفي نفس الوقت ممكن ان هو ايه، ان انت تبعتوا له لينك علشان خاطر ينضم للمنصه. ابعتيه بمجرد ان تبعته. اه ده تعديل، اه ده تعديل، ده جديد، الجديد ما كانش موجود قبل كده. فيعني الحمد لله، يعني زغروتها من اسماعيل صراحه. حضراتكم العشر ايميلات اللي مطلوبين منكم كده، مش شرط يكون 10، ممكن يكونوا 5 ايميلات بس. الشخص هتبعت له مرتين، مره في الريكومنديشن، ومره تبعت له فين، تبعت له في اللي هو ريفير ورثي تيتشر في الريفرنس. ومش محتاج ان هو يسجل، لا خلاص، انت مجرد ما هتبعت له هتاخد الدرجه بتاعته على طول. خلاص كده، يبقى النهارده ان شاء الله نلاقيكم كلكم سجلتوا على الموقع. خلاص الدنيا سهلت اهي، مش محتاجين عك بقى. اعتقد كده ان شاء الله الدنيا ارتاحت والدنيا حلوه بالنسبه لكم. لو في اي سؤال، لاحظوا بصوا كده، شوفوا الدرجات كل ما لها ما بتزيد، يعني كل ما الدنيا عندي بتكمل لغايه ما توصل عندكم 400. المية اللي باقيه دي اللي هي ايه بقى، اللي هي خاصه بالسي في بتاع حضرتك، اللي انت ايه، اللي انت هبيه. دي اخر حاجه موجوده عندنا بالنسبه للمنصه. لو اي اسئله مع حضراتكم، طبعا عندهم في جروب موجود كبير خالص خالص، ضامن فيه كل الجلوبال تيتشر اووردز اللي موجودين. حضرتك قلت لهم يا مستر امير على الاحتفال والحاجات دي، ولا ما وضحت لهمش؟ من بره بس. اما هي بالفعل بالفعل. طيب بصوا كده، احنا ده الترشح. هل فيه اي سؤال ازاي ان انتوا تكملوا الترشح بتاعكم؟ الدنيا بقت حلوه خالص خالص دلوقتي. اي سؤال مع حضراتكم انا معاكم. طيب بصي، انا هوريك اللي عندي وبعدين نشوفهم كمان، تمام؟ لان دي مشكله بقالها فتره كبيره، وحد عند ناس كمان يعني هم سالوا عليها لما قلت لك في اول البدايه قبل ما الكهرباء تقطع عن حضرتك. تمام بعد اذنك انا خدت الشير صح؟ حضرتك؟ اتفضل. اوكي ثانك يو. شوفي حضرتك، انا كتبت البيانات تمام، واوكي اجى بقى لما عملت سبميت ارسال، قال لي بقى على الريجن المنطقه بتاعتك اضغط عليها مفيش، وهنا مش راضي، وهنا مش راضي، الاربعه دول بس. شوف لما بعمل بريفيو بيروح قايل لي ايه، لازم الاحمر ده يتغطى تمام. طبعا طبعا طبعا، ما لازم مش راضي. تسجل مين، تسجل الموقع بتاعك. مش متفعلين طيب. بقى مش بقالهم شهرين على الحاله كده، اغير واتس. حاضر. لا جربت تسجل من التليفون؟ من التليفون نفسه بتاعنا؟ لا. طب جرب من التليفون. تمام. انت جربت من متصفح تاني؟ ايوه مع الجوجل نفس الحكايه. طيب جرب التليفون دلوقتي كده، يعني سجل الجيميل بتاعك، اعمل ساين ان مستر امير. نعم. تمام؟ دلوقتي وانت معايا لغايه لما نشوف اسئله باقي الاساتذه الكرام. طيب ماشي اوكي. شوف الحضرات عنده سؤال. كان في سؤال. في حال لم يجب المدير. نعم استاذي؟ لا هناك طبعا. اسئله فائته استاذ. معاك، قول لنا سؤال سؤال وانا معاك. طيب نعود شوية للوراء. قال الأستاذ بلغيتي أعتقد، بالنسبة للسيرة الذاتية. مالها؟ إيديت، واش ممكن يعاود السيرة الذاتية ومشروع؟ أم غير السيرة الذاتية فقط؟ يعني تغيير السيرة الذاتية. حضرتك بتعمل لها إيديت، أنا وريتها لكم. بتعمل لها ايديت من فوق، يعني ايه ايديت؟ ان انت ممكن تحذفها وتضيفها تاني من اول وجديد. شكرا. ممكن تسجل بالايميل الوزاري عادي، ما فيش اي مشكله. انا شايفه حد هنا بيقول هل ممكن نسجل اي ايميل عادي خالص انت تسجل عليه، وبرده نفس النظام زمايل حضرتك ممكن ان انت تبعت لهم على الايميل الوزاري، على الجيميل، على الاوتلوك، ايا كان الايميل اللي حضرتك هتبعته، بس تاكد ان هو هيستجيب معاك ويزكيك. اللهم امين يا رب نحن واياكم. في اسئله تانية يا استاذنا؟ لا هناك اسئله فقط. يضعون البريد الالكتروني ويقولون فيما بعضهم يعني التبادل فيما بينهم لان الوقت قد قرب كما قالت الاستاذ. بالفعل بالفعل يعني.
هيبدا امتى وهينتهي امتى. والله هو انا طبقا لكلام حد اسمه اميريتي سورفيتش، ده واحد من ضمن المسؤولين في المسابقه نفسها او في الجائزه نفسها، قال لي ان التقديم هينتهي في شهر 7. الله اعلم بقى يعني هل هيمكن، حاضر، هل هيمكن ان هي تستمر او تمتد لاكتر من كده ولا لا، بس احنا نعمل حسابنا ان هي نهايتها 7. طيب هي قبل كده بدايتها تقريبا اعتقد يا اما شهر 5 أو 6، حاجه في الرينج ده يعني. حبيبه قلبي عليا، طيب بص يا ست الكل، انا هشير تاني وهبعت لكم الايميلات، هوري لكم الايميلات بتاعتي، ابعتوا لي وانا على اتم الاستعداد، والله ما فيش اي مشكله، انا هشير لكم تاني اهو. طيب بص يا ست الكل، بس عشان الدنيا مهنيه. استاذة وفاء اذا سمحتي لي ممكن ان اتكلم؟ تفضلي حبيبي. بالنسبه، بارك الله بك لهذا الشرح الرائع، ولكن لماذا لا تنقلني الاستماره الى الصفحه الثانيه؟ أسجل المعلومات، سجلتهم 3 مرات ولكن لا الصفحه. تهنيجة، ما انا بقول لكم يا جماعه وقت ما يهنج منكم زي ما انتم شايفين كده، طبعا مع الاحتباس الحراري، هو غليان حراري مش احتباس حراري، الدنيا مهنجه مع الكل، والكهرباء بالفعل مضاعفه الدنيا خالص، والانترنت بالتالي ضعيف من ضعف الكابلات الكهرباء والكلام ده. فحضرتك ما نفعش معاكي المتصفح ده، جربي متصفح تاني، ما نفعش كمبيوتر جربي تابلت او تليفون، الدنيا ان شاء الله باذن الله هتلاقيها اتظبطت معاكي. وديني انا معاكي دلوقتي، يعني استاذنكم كلكم سجلوا معايا وانتم موجودين دلوقتي. انا هحاول بس ابين لكم كده الايميلات بتاعتي كلها. طيب بصوا بقى الايميلات بتاعتي انا اللي هي بالفعل شغاله، اول ايميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ثواني كده هيظهر، شوف شايفين التهنيك، يا الله اللي هو اهو، بصوا اهو ظهر قدام حضراتكم، ده الايميل اللي هو الشخصي اللي انا شغاله عليه على طول خالص، تمام كده. طيب ده واحد، هوريكم برضه الايميل الرسمي. في عندنا ده الايميل الوزاري او الحساب الوزاري بتاعي برضه، لو بعتوا لي عليه مفيش اي مشكلة عندي هزكي حضراتكم. اوكي طيب نمسح ده. في عندي لما انا اشتركت قبل كده كان في حدث عالمي كانت عاملاه مايكروسوفت، اللي هو الحدث اللي هو E2 Education Exchange لو تفتكروا، من حوالي 2 سنين تقريبا، فكانت شركة مايكروسوفت عملت لنا كلنا حسابات على مايكروسوفت، فبرضي حضراتكم اهو الحساب ده برضي شغال ورسمي ومفيش اي مشكله فيه، هو يعني هو مش رسمي، هو تبع شركه مايكروسوفت، فلو بعتوا لي عليه برضي انا متنشط عندي مفيش اي مشكله. كام ايميل دلوقتي؟ 3. ادي 3 شخصيات اهو، يعني كل واحد فيهم يعتبر شخصيه مختلفه على فكره، يعني كل ايميل فيهم بشخص مختلف، كانك انت ضربت 3 معلمين مع بعض كده. اوكي ايه الحساب الرابع؟ الحساب بتاعنا بقى في مصر اللي هو بيل ايجيبت، ادي اهو، وكفاياكوا كده يعني كفايه كده، دي كلها حساباتي الرسميه اللي موجوده معايا، لو حضراتكم بعتوا لي على اي واحد من دول باذن الله باذن الله هستجيب معاكم ان شاء الله. طيب في اي اسئله تاني استاذنا؟ نبحث والسؤال الشخصي، ممكن اعرف حضرتك معلمة اي مادة؟ هذا كتب على الدردشة، لست ادري هذه المسألة. لا 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 عادي، انا معلم اول الف عندنا في مصر اللغة الانجليزية، بدرس المرحلة الثانوية وبعمل على منصة البث المباشر
طول فترة السنة كنت بدي حصص تبع منصة وزارية عندنا أوكي للطلاب. حاليا برجع على شو خاطر حضراتكم اللي عايز يتابع معانا المنصة جميلة، بدي كورسز لتأسيس اللغة الإنجليزية، دي حاجة انترميديت المستوى المتوسط يعني انترميديت ليفل، والحاجة الثانية بدي كورسز تكنولوجي، وإن شاء الله بإذن الله أول محاضرة بإذن الله ربنا يهدي علينا الكهرباء والنت والحرارة هتكون يوم الأربعاء، هعمل فيها عن مميزات مايكروسوفت إيدج الجديدة، الحاجات الجميلة بالذكاء الاصطناعي بالحاجات الروعة اللي هتكون فيها بإذن الله. فدي هتكون محاضرة يوم الأربعاء مجاني برضي بالكامل، دي أنا بعمل فيها على منصة الوزارة يعني. فأنا معلم لغة إنجليزية وفي نفس الوقت مدرب ومحاضر لتكنولوجيا لتربوي لكل اللي انتوا عايزينه. ما قلتلك ابعتيلي السي في عشان اعرف الناس، عرفتني كلمتين ونص من التواضع بتاعك، يعني اعمل ايه يعني؟ على ايه يعني؟ الحمد لله على كل حال. تسلم. ابعتيلي السي في الجميل اللي كان واضح ده، ربنا يحفظ من عيوني يا بطل. حاضر حاضر يا كبير، ابعته لك ان شاء الله. طيب ايه انا بسجل هو في الهاتف. لا لا نعم. أسئلة أن المحاضرة ستكون مسجلة إن شاء الله تعالى، وأعمل عليها أن تكون مسجلة وحاضرة في القناة بعد انتهاء المحاضرة. الأستاذ جزا الله خيرا مشي تقريبا 3 ساعات تكون موجودة. ربي يبارك عمرك وصحتك إن شاء الله. أيوة حتى يستفيد، حتى يستفيد، والأستاذ أمير أيضا سيبقى صاير لكي يرفع القناة. طيب مستر أمير اشتغل معك على التليفون؟ أنا لسه بسجل أهو، أصلا أنا بطيء في التليفون عشان عيوني صغيرة. ربنا يديك الصحة. لا والله التليفون بكرهه بصراحة، أنا بحب اللابتوب عشان واضح وكبير كده. طيب حاضر يا جماعة، والله هننزل الرب. لسه في أسئلة لا تانية؟ لا 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 أستاذ، هناك أسئلة، ما لا تلك الأسئلة لا تقرأ. لا تلك الأسئلة لا تقرأ، لا تقرأ تلك الأسئلة. طيب حاضر. أنت بقى في اللي هم رافعين إيدهم. أقرأ أيوة أرفع، أعطي لي اللي رافع يدهم يلا نعطيهم. أما تلك الأسئلة أستاذ لا تقرأ. حاضر استثمر. يلا نعطيه الأستاذ أنوار ولا الأستاذ أنوار؟ يلا عندنا 5 اللي رافع اليد. إيه ولا ما كانش أستاذ أنوار، الأستاذة دليلة تستعد. أستاذة دليلة. أستاذ إيناس. أستاذنا ومدربنا الكبير أستاذ أنس، سمعنا صوتك يا بطل. لا أستاذ أنس، إيناس محمد. لا لا ده يبقى حد تاني، إيناس. لا عفوا إيناس محمد. نعطيهم المايك ولكن لا يتحدثون أستاذ ليلي معدها. ليه يا جماعة ليه؟ سمعونا صوتكم جميل. رفعي اليد وعطيناكم المايك، افتحوا المايك ما عندكم و أعطيه أسئلة للأستاذين، هي تحب الأسئلة هي. عزيز عليها كثير. عزيز عليها التحدي. عزيز عليها التحدي. حتى. نعم أستاذة سوزان. حتى تجد من سيتكلم. نعم بعد إذنكم. أستاذة تفضل حبيبي. هناك ملاحظة. نعم يا غالي. هناك ملاحظة مهمة لفتت نظري أستاذتي الغالية. بالنسبة لرقم الأشخاص أو حتى رقم المدير. هناك كود للبلد، يعني تخيلي أن أكتب رقم مديري من بلد آخر مثلا، يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، يعني الكود يجب أن يكون واحدا أو موحدا بالنسبة فقط للمدير والمدرس، حتى وإن لم يكن المدير، حتى إن كان مثلا في نقابة المعلمين أو أحد يعرفك عن كثب، يعني فقط لفت نظري هذا الموضوع، لا أعرف ما رأيك به. أما باقي الإيميلات عادي أن تكون لمدرسين من بلاد ثانية، ليس كذلك؟ لا لحظة يعني حضرتك بتقولي، طب ما في حضرتك ممكن يكون عندنا هنا مثلا في مصر وبيشتغل في مدرسة فيرتشوال، يعني بيشتغل في جامعة فيرتشوال في بلد أخرى أو في مدرسة أخرى، فمش شرط، مش شرط يعني، ممكن أكون أنا مصرية عادي. عادي جدا طبعا. نعم. عادي جدا، وإلا ما كانش أتاح ليك الكود من الأساس، يعني أدين أنا من مصر يعني. مثلا ممكن يكون عايشة في الكويت فأنا عايز أسجل كمصري كمصرية طبعا. ولكن المدير بتاعي كويتي مثلا يعني او سعودي. ممتاز، يعني هذا يسهل الامر كثيرا، لان هناك احيانا في نفس المدرسه هناك تجدين انك تريدين مثلا بث هذه الروح بين المدرسين او ان تطوريهم او ان ترشديهم الى هذه المحاضرات والى هذه الامور، يجدون ان مثلا عدم اكتراث
هذا ما يعني يشعرني بالانزعاج احيانا. البعض يعني ونسبتهم قليله جدا يستجيب، والاخرون يقولون الكهرباء والنت، يعني هذه المشاكل التي تعم كل البلدان العربيه تقريبا، وخاصه بلدي الغالي سوريا. ومع ذلك نتحدى نحن الصعاب ونحاول ان نطور مجتمعنا ونواكب التطور. يعني نسبه قليله جدا 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 تستجيب، هذا ما يعني يجعل الانسان حزينا بعض الشيء. كل الشكر لكم جميعا على هذه المحاضرات الرائعه. هل تعلمين ان ما يحزنني اكثر هو انه قد يكون الانترنت فعال وجيد والكهرباء تعمل، ولكن نجد منهم عدم اهتمام بالمعلم في حد ذاته، انهم لا يهتمون بالابداع الخاص بهم، وهذا ما يحزن اكثر في مديرينا حاليا. يعني بالطبع طيب. نعم استاذي الكريم. اللهم امين يا رب، اللهم امين. عارفين حدوتة الكود دي هتفيد حضراتكم في ايه؟ اساسا خرجت المعلومة الصغيرة دي، ان ممكن حضرتك تكون بالفعل اساسا شغال في مدرسة مثلا في مصر او في الكويت او في السعودية او في حبيبتنا الجميلة سوريا، ربنا يعافي كل الدول العربية يا رب بإذن الله. وممكن يكون سافرت مثلا خلاص يعني سافرت على مصر او رجعت على بلدك الاصلي وبطلت تشتغل، اوكي، ورحت مدرسة جديدة، فهم ما يعرفوكش هناك. فانت عايز مين؟ عايز المدير بتاعك اللي كان موجود في سوريا او اللي كان موجود في فلسطين هو اللي يذكيك، لان هو اللي عارف شغلك. فهنا هينفعني الكود بقى، لان لو انا اجبرت ان انا اكون مع مصري فقط، طب ما المصري ده لسه جديد، لسه ما يعرفنيش، انا واحد لسه ماليش شهرين معاه، لكن عملي كله ليا 5 سنين 10 سنين في الكويت، في السعوديه، في عمان، في ايا كان، اوكي. فعشان كده يا جماعه المدير بتاعي ممكن يكون في اي دوله من دول العربيه او من دول العالم حتى، زي ما حضرتك تحب، وربنا يستر لنا جميعا ان شاء الله. المدير نفس المشكله نفس المشكله في التليفون، نفس المشكله في التليفون. طيب استاذنك استاذي الكريم، يعني انا بعد ما اخلص المحاضره هتواصل معاك، هاخد منك الايميل والباسورد وهجرب عندي في التليفون واشوف المشكله ايه بعد اذنك. خلاص نو بروبلم. اوكي تمام يا بطل. تمام. طيب اي اسئله ثانيه؟ طيب انا بفتح المايك ليهم. هو حاضر لحظه. معاكم اتفضلوا. المايك مفتوح يا مستر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه دليل. الحمد لله والله العظيم لا استطيع، يعني مشكوره الاستاذه وفاء، فقط كان لدي بعض الاسئله. تفضل يا غالي. الخمسة الذين نقوم بترشيحهم لازم يكونوا مدرسين، ثم أجبت على هذا السؤال، قلت هذا العام إن شاء الله. يعني قرأت جملة قلت هناك 10 من الأشخاص لا داعي أن يكونوا، يعني نزكيهم فقط إما ترشحوا أم لم يترشحوا هكذا. ده التعديل اللي أنا لقيته معاكم على المنصة دلوقتي، يعني وتعديل جميل والله، ان احنا مش شرط بقى يكونوا ما ترشحوش، لا دلوقتي بقى مترشحين او مش مترشحين ابعت لهم بقى خلاص. سيدتي حضرتك معانا استاذه؟ مش شرط تكونوا مترشحوش. بصي لغايه الاسبوع اللي فات يا جماعه، ده كان اخر يعني محاضره، كان بالنسبه لي كان لازم ان حضرتك الخمسه الاخاره لازم يكونوا ناس ما ترشحتش وما دخلتش على المنصة. التعديل اللي عملوه يمكن ده كان سبب التهنيجة اللي في الموقع، يمكن عملوا التعديل ده مخصوص عشان كده، ان الخمسة ان حضرتك مش محتاج بقى ناس ترشحت، لا عامة في اللي هيزكيك او في اللي هيترشح للمنصة يكفي بس ان انت تكتب الايميل سواء مرشح او مش مرشح. مش غير مرشح صح؟ هذا سؤال الاول. مفهوم استاذة بارك الله فيك. السؤال الثاني لازم يكونوا مدرسين بما ان جلوبال تيتشر اوارد. بالفعل استاذتي لازم يكونوا مدرسين. ما هي حضرتك انت بتعملي في مدرسه، طبيعي اللي هيرشحك ايه؟ اخصائي، معلم، حد في 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 محيط المدرسه، لكن ما تروحيش تجيبي لي دكتور، مهندس، ما ده ما شافش شغلك. صح. هيرشحك على اي اساس؟ لكن حد في محيط، يعني على فكره مش شرط يكون مدرس، ممكن يكون اخصائي، ممكن يكون اداري، ممكن يكون حد يتعامل معاكي في المدرسه، يعني حد في محيط المدرسه في حد ذاته. حتى في الجامعه مثلا استاذ جامعي. حد طبعا، بس هو حضرتك بتعملي في جامعه، شاف شغلك طيب؟
هل تعاملت معهم في شيء؟ نعم. مفيش مشكلة، لو انت تعاملتي معهم وعارفين ان حضرتك بالفعل حد مجتهد خلاص يبقى تمام، دي في حد في الجامعة. هذا سؤال اخر فقط فيما يخص السيرة الذاتية مثلا. الله يبارك استاذ امير، مثلا الان قال لنا 33 سنة في سلك التعليم مثلا. الله يديك الصحة يا رب. أنا بدأت يعني مشواري العملي كمهندسة، أنا مهندسة أصلا، دخلت سلك التعليم. الله أكبر، بارك الله يسلمك، شكرا لك. سلك التعليم يعني 10 سنوات 12 سنة ينفع؟ مش بس ينفع، ده انت الله اكبر، مش حضرتك اكتر خبره مننا، ده بسم الله ما شاء الله عليك يعني. بس غريبه انت غيرتي من الهندسه للتعليم، يعني ازاي؟ تعبت هندسه في البناء، مهندسه في البناء يعني. ايه ما شاء الله. تركت بناء المباني وبدات بناء النفوس. بارك يعني الله فيك. بارك الله فيك، هذا هو كان هدفي بكل صراحه، من يعني البناء، من البناء يعني العمران الى بناء الانسان. الله عليكي الله عليكي، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب ان شاء الله، ونشوفك مدربه معانا باذن الله تبني اكثر واكثر يا رب. اذا السيره الذاتيه اكتبها كما هي في الحقيقه، يعني بدات كمهندسه ثم انتقلت الى التعليم. حضرتك انت السيره الذاتيه بتاعتك هتكون ثريه اكثر من اي حد، لان انت هتضيفي كل شيء، سيرتك الذاتية وحضرتك مهندسة وإنجازاتك وانت مهندسة ضيفيها، وكمان إنجازاتك في التعليم، لأن ده هيوريهم الإبداع اللي انت فيه أكتر وأكتر. شكرا لك. العفو يا ست الكل، أي أسئلة أنا مع حضرتك أستاذتنا. شكرا. هذه النماذج الجميلة يا جماعة اللي تستاهل فعلا جلوبال تيتشر أورد والله. وبالنسبة لرفع الأيضا المايك عندكم مثلا أستاذ بالغيتي، استاذه فريال، استاذه فاطمه، سالمه، انوار، عود معاكم يا جماعه، مساء الخير من جديد. اعتذر يعني على الغياب، لاني بالفعل يعني اصبت صح، يعني كنت في المستشفى. ليه حبيبي؟ الف سلام عليك. والله ما اعرف يعني، اصبت وجع شديد يعني، ونقلت بالوقت يعني مستشفى، والان الان دخلت يعني. الف سلام عليك. يا الله، انتوا شايفين مدى الجمال، يعني واحده كانت طريحه الفراش في المستشفى منتظره الحصه حبيبي، بعدين وجدت نفسي في المستشفى. الحمد لله. استاذ بلغيتي ولا الاستاذ فري ولا الاستاذ فريال عامر، احد فيهم احد فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ فريال كريمه. سلام جيم. طيب في الاستاذه فريال، الاستاذ انس، معلش لحظه واحده كده، والاستاذه انوار ممكن تقفلي المايك من عند حضرتك؟ فضل الاستاذه فريال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية إن شاء الله. الله يبارك فيك. في عندي سؤالين. الأول بالنسبة للمعلمين اللي بدأتوا حاليا، أنا عندي 5 3 مشت الأمور معاهم، وفي 2 يعني بيحاولوا طلع كان يفتحوا الإيميل لكن ما بيزبط معاهم. بحاول أنا أحدث وأسبب بذلهم كمان برضو، مش عارف في طريقة ممكن أغيرهم، لأنهم هم بيحاولوا كمان، مش يعني هم متكسلين معي، بس إنهم بيحاولوا إنهم يزكوني بس الإيميل معاهم، وحساب الجائزة ما بيفتح معاهم، دائما بيعطيهم ال. طب تبعت لهم على الواتس أستاذتنا، أو بعت لهم رسالة على التليفون. بعت على الواتس كمان. وبرضه الرسالة ما وصلتش. بتوصل بس ما بيعرفوش يفتحوها. هي بالضبط يا أستاذ الأمير، هذا اللي بصير، إنه مش عارفين يفتحوها اللي يقدروا يعملوا التزكية. طب إيه اللي بيظهر لهم أستاذتنا؟ ما ممكن يكون بتفتح معاهم الصفحة، بس زي ما أنا وريتكم في الأول كده بيبقى فيه بعض التهنيجات في الموقع، وأنا قلت لحضرتك الحلول بتاعتها. ما
طلبت منهم حتى لهم حاولوا تكتبوا انه امن هاي الاشياء برضو بيحكوا بكل الطرق حتى غير الصف. تعال انت تسال لا صوت حضرتك راح. حضرتك الحل عندك ان انت تحذفي، وانا وريتها لحضراتكم دلوقتي ان انت في عندك امكانيه. هو مش حكايه ان انت تحذفي، لا ان انت تضيفي ناس تانية في التزكيه. ان انت تضيفي ناس تانية. لا صوت حضرتك في المسح في اللي انا دعيتهم في مجال اني اغير، لكن في التزكيه لا. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني السيرة الذاتية. احنا سجلنا حكيتي لنا من هلا اخر الشهر يعني بترشيحي، لكن هل السيرة الذاتية واكمل في برضه لاخر الشهر ولا معنا مجال؟ لا هو لاخر الشهر التسجيل الجديد استاذتنا، مش التعديل في البيانات. انت عارفه ان انت تسجلي حساب على المنصه لاول مره، تسجلي حساب على المنصه ده اللي هو هيقفل برضه طبقا لكلام اللي هو زي ما قلت لكم كده سارفيتش امراتشي قال لي ان هو على اخر شهر 7. فده اللي هو يعني ايه اللي هو التسجيل الجديد. تمام. يعني اخد راحتي عمليه التعديل متاح. تمام. بالنسبه للمشكله الاولانيه انا قلت لك في التزكيه متاح ان انت تضيفي ناس تانية، متاح ان انت تضيفي يعني هم مش 5 بس، لا ممكن تضيفي 7 8 10 زي ما حضرتك حابه. راح احاول. الله يرضى عنك يا رب ان شاء الله يا ست الكل. والتعديل الجديد اللي احنا شفناه مع بعض النهارده ان الخمسه التانيين ممكن تضيفي منهم من نفس الاولانيين اللي انت عملتيهم، يعني اللي انا ضفتهم في الاول ممكن اضيفهم تاني في الاخر. يصير. هاي الحين انتبهت للموضوع. يرضى عنك. تمام يا ست الكل. الله يحفظك يا رب. سلامتك استاذه هاديه. الله يسلمك. مرحبا استاذه فريال، شرفتينا. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب الاستاذ انس تفضل. الله يخليك. عندك يزبطش معي التيمز. هاي ثاني مرة بظبط معي التيمز عندك، يعني بحضر معك مع الأستاذة وفاء مرة مع الأستاذة عفاف. والله أول مرة ما شاء الله عليك. معلش المرة الأولانية والله ما خدت بالي والله. فاحنا شرفنا حضرتك، يعني ده أنت ست الكل. الله يبارك فيكي وأهلا وسهلا. ده المبدع ده. الله يكرمك. الله يخليك. نعم نعم أستاذة. يا أهلا وسهلا بحضرتك. جزاك الله كل خير. طيب مين تاني نشوف؟ الأستاذة سلمى افتحي كده. طيب الأستاذ أنس افتح من عند حضرتك المايك. اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ امير. عليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك يا استاذي؟ اهلا اهلا اهلا. الف سلامة للأستاذة هادية. صراحة انا الان في سفر، ورغم ذلك أجلت كل المشاور هذا المساء لكي أحضر للأستاذة وفاء لأنها قامة كبيرة وأعزها كثيرا. أنا وهند يعني حضرنا لها المحاضرة رغم أننا نحن في سفر، ولكن لم يمنعنا ذلك بأن نؤجل يعني هذا المساء لكي نحضر ونستمتع بهذا الجمال. أبدعتي كالعادة. شهادتي مجروحة فيك أستاذة وفاء بدون استثناء. فقط بالنسبة للسيرة الذاتية، هل هي فقط سيرة ذاتية أم يمكن أن تضع مثلا روابط أو مشروع، أو فقط هي فقط سيرة ذاتية يعني سيرة ذاتية إنجازات وكذا؟ أيوة سيدي، اولا شكرا شكرا لكلامك الجميل، وحضرتك يعني بجد والله مدرب مبدع 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 فوق الوصف، سواء حضرتك او الاستاذه الجميله هن. فربنا يديك الصحه يا رب، ودايما تبقوا متالقين انتوا الاثنين يا رب دايما. ده توامنا المتزاوج عرسانا يا جماعه عشان تبقوا عارفين احنا اللي جوزناهم. فربنا يديم الحب والموده بينهم يا رب. بالنسبة لسؤال حضرتك أستاذي الكريم، أولاً هم طالبين إيه؟ طالبين من حضرتك الريزيوم بتاعك أو السي في الخاص بيك. والسي في بيكون فيه إيه؟ مش بيبقى فيه اللينكس لمواقع، لا بيبقى فيه اللينك لمين؟ لينك لصفحاتك، لينك للإيميل بتاعك فقط لا غير. هم عارف السي في رسمي، يعني سي في رسمي ليك كتقدمه لإنجازاتك.
فانت ايا كانت انجازات حضرتك ادركها من ضمن السي في بتاعك، يعني خلي قسم كده مخصوص اسمه اتشيفمنت او انجازات، وادرك فيه كل الانجازات وكل الشهادات اللي حضرتك كل ما تحصل على شهاده اعمل ابديت واعمل تحديث للسي في بتاع حضرتك، بحيث دايما يبقى متحدث باحدث شيء. هتلاقي ما شاء الله ده انت السي في بتاعك الله اكبر يعدله 13 صفحه، ما بين انجازات في المدرسه، ما بين انجازات للفرق اللي حضرتك مشترك فيها ومحاضراتك الجميله القيمه اللي انت عملتها، فيعني هتلاقي حاجات كتير خالص خالص موجوده. لكن لينكس لينكس لمحاضرات لا، مش يعني مش هينفع. عارف دي ممكن تضيفها فين؟ عارفين اول حاجه خالص خالص لما احنا بنسجل البيانات الشخصيه بتاعتنا، مش في زي بوكس صغير كده فيه الاتشيفمنت او الانجازات بتاعتك؟ هي ممكن تضيف فيها اللينك ده، تقول انا عملت كذا وكذا وكذا وعملت محاضرات مش عارف مين، وادي يا جماعه اللينكس للحاجات اللي انا عملتها، هتبقى اضافه رائعه وجميله ومميزه. شكرا جزيلا للاستاذه وفاء، وشكرا للاستاذ امير، دائما متالق في اختياراته، فتحيه له. الله يحفظك يا استاذ. الله يبارك فيك، احنا منتظرين برضه محاضرتك قريب. مرحبا بكل فرح لما أعود من السفر.